حاليا في بلادنا وضع الكمامة أي القناع ولا إلزامي، إذن من الضروري نوضعها باش نحمي الشخص الآخر والشخص الآخر يديرها باش يحميني. الكمامة باش تكون فعالة من الضروري نديرها ونتخلص منها بشكل صحيح. إذن أشنو هي الطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة؟ أولا قبل ما نلمس الكمامة خاصني نغسل يديا بالماء والصابون أو ننظفهم بالمحلول الكحولي. ثانيا نقلب الكمامة مزيان باش نتأكد أنها ما متقوباش. ثالثا نتأكد من توجيه صحيح الكمامة، حيث خاص التنيات أو الجهة الملونة تكون في الجهة الخارجية على حسب نوع الكمامة. رابعا فاش نجي نوضعها على وجهي، أولا نركب الشريط المطاطي ديال الكمامة خلف الرأس أو خلف الأذنين على حسب نوع الكمامة ديالي. خامسا وملي نوضعها على وجهي نغطي الأنف ديالي ونضغط على الجهة العليا باش تاخد شكل الأنف ديالي وما تبقاش شي فجوة بين وجهي والكمامة. سادسا نسحب الجزء السفلي من الكمامة باش نغطي فمي والدقن ديالي. سابعا وملي نكون وضع الكمامة نتجنب ما أمكن لمس المقدمة ديالها، وإلا لمستها نغسل يديا مباشرة بالماء والصابون أو ننظفهم بالمطهر الكحولي. ثامنا وضروري نتجنب نهبط الكمامة على الأنف والفم ديالي إلا بغيت نهضر، حيت هكا راه كنلوت يديا وإلا رجعتها كنعرض راسي للخطر. تاسعا وبعد الاستخدام وبمجرد ما تولي الكمامة رطبة أي فازقة كنزولها بنزع الشريط المطاطي من خلف الرأس أو الأذنين وكنبعدها على وجهي والملابس ديالي وكنتفادى نقيس الجزء الأمامي الكمامة اللي ممكن يكون ملوث. عاشرا وفي الأخير نتخلص من الكمامة المستعملة على الفور ونرميها في سلة النفايات يكون فيها كيس بلاستيكي ونتفادى نرميها في الشارع، ومن بعد ننظف يديا مباشرة بمطهر كحولي أو نغسلهم بالماء والصابون. نأكدوا عليه أن الكمامة راها أحادية الاستعمال، يعني ما خصناش نتبادلوها مع شخص آخر، وراه ممنوع نغسلوها أو نعقموها ونعاودوا نستعملوها. وضع الكمامة ضروري ومهم، ولكن راه ما كيعوضش قواعد النظافة الأساسية اللي خصنا نلتزموا بها باش نحميو نفوسنا والآخرين من مرض كوفيد 19. خصنا نغسلوا يدينا باستمرار بالماء والصابون وما نخرجوش إلا الضرورة القصوى، ونتفاداو التجمعات ونخليو مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الأشخاص الآخرين. وملي نرجعوا للمنزل لازم علينا نغيروا ملابسنا ونطهروا كاع الاشياء اللي جبناها وحتى الاسطح ونهويوا المنزل ديالنا مزيان. وما تنسوش الكمامة راه غير وسيله للحمايه وماشي دعوه للخروج، نلتزموا بالبقاء في المنزل باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا، راه لحد من انتشار الفيروس مسؤوليتنا جميع. سادتي سادتي أسعد الله مساءكم بخير وأهلا بكم ضمن هذه الجولة الإخبارية الجديدة من قناة العيون، نبدأها بأبرز ما عنها. وفد عن لجنة الخارجية بمجلسها النواب يزور عددا من القنصليات المعتمدة بالعيون. ونتابع من جماعة أمقالة بإقليم السمارة تجارب زراعية ناجحة تؤهل المنطقة لتصبح قطبا فلاحيا. ومن الداخل نرصد للقاء تواصلي حول مخطط أو مخطط دعم وإنعاش القطاع السياحي. ومن طنطان نتابع لقاء تواصليا حول التدابير المرتبطة بعملية التلقيح ضد كوفيد 19. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إثر وفاة الرئيس الأسبق السيد فاليري جيسكان دستان، وعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسمه الخاص وباسم المملكة للسيد ماكرون وللشعب الفرنسي عن أصدق تعازي جلالته وعميق مواساته. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية التعزية ومواساة إلى سيدة أن أيمون جيسكار دستان على إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان.
أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية وروسيا الاتحادية جددتا اليوم الخميس التأكيد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء لوقف إطلاق النار ومواصلة انخراطها الكامل في المسلسل السياسي. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال مباحثات هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، كما أشاد المسؤولون بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية التي تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي ينشدها جلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي. وفي هذا السياق نوه الوزيران بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا مؤخرا لمدة 4 سنوات. خلال هذا اللقاء عرب الوزير الروسي عن تقديره لجهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي. قام صباح اليوم وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب بزيارة لعدد من القنصليات المعتمدة بمدينة العيون، زيارة تندرج في إطار توطيد الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البلدان الصديقة والشقيقة التي فتحت قنصليات لها بالعيون بعاصمة الصحراء المغربية، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مؤسساتها التشريعية. تفاصيل أوفى في متابعة لمحمد تروزي وصالح رقيب. توطيد الدبلوماسية البرلمانية وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية في صلب النقاشات التي جمعت أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب مع عدد من القناصلة بالعيون. القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة كانت الأولى ضمن برنامج الوفد البرلماني، وحديث هنا عن العلاقات التي تجمع البلدين وآفاق التعاون المشترك في مجالات اقتصادية عديدة. تحديدهم لزيارة القنصلية كزيارة أولى هذا شرف كبير لنا، ووجود القنصلية هنا يعني أكد على متانة العلاقات مع المغرب، وأريد أكد أكثر أن علاقات الإمارات بالمغرب علاقات وطيدة، مش ما هي علاقة يعني من سنة ولا سنتين. فإن شاء الله مع الأيام الجاية بوجود القنصلية بيكون هناك في علاقات اقتصادية واستثمارية أكثر إن شاء الله. القنصلية العامة لكل من جمهوريات الجابون، القمر المتحدة وساو توميو برانسيبي الديمقراطية استقبلت مسؤولية لجنة البرلمانية بالنواب، حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان مع المملكة المغربية وأفاق تطويرها وتعزيزها إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية الهامة التي تجمعها مع المملكة. المغرب منفتح على إفريقيا، وصاحب الجلالة نصره الله في كافة زياراته التي قام بها إلى إفريقيا متن هذه العلاقات، وعقدت الكثير من الاتفاقيات مع هذه الدول. فاليوم نأتي لزيارة هذه القنصليات من أجل دعم هذه المبادرات التي يعني قام بها صاحب الجلالة نصره الله، وللمزيد من تمتين هذه العلاقات في أفق نسجها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. هذه الزيارة ديال لجنة الخارجية لهذه القنصليات هي توطيد للعلاقات الأخوية اللي كتربطنا مع هذه الدول الإفريقية، وهي يعني تشجيع أو تحفيز للدول الأخرى اللي مازال ما فتحت إن شاء الله باش تفتح قنصليات ديالها هنايا في الأقاليم الصحراوية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن وحدة ترابنا الوطني وقضيتنا الوطنية اليوم خدت واحد المنحة عميق ومنحة كبير جدا في صالح المغرب إن شاء الله. هي فرصة باش نشيدوا بالدينامية الكبيرة اللي كتعرف هذه الدبلوماسية الرسمية المغربية، واللي كتوجد بعدة انتصارات لا إقليميا ولا دوليا، وأبرزها أنه واحد العدد ديال الدول تيسحبوا الاعتراف وذاك المشروع الوهمي. وجودنا اليوم هنا هو لشكرهم ولكذلك لتشجيعهم على أن يقوموا بالواجب الذي يمكن أن يقومون به، وعلى ذلك على الخصوص من أجل ليست فقط من أجل التنمية السياسية ولكن من أجل التنمية الاقتصادية. ولا شك أنه الذي أريد أن أقوله لكل ساكنة هذه المنطقة على أنه إن شاء الله هذه المنطقة ستعرف تطورا كبيرا سينعكس على الساكنة، لأن هذا هو الأساس.
هذا ويتضمن برنامج اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب زيارات للقنصليات العامة التي افتتحت بالأقاليم الجنوبية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، كما يتضمن برنامج أعضاء اللجنة زيارة المعبر الحدودي بالقرقرات. أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن تأمين معبر القرقرات كان ناجحا وخلف واقعا دبلوماسيا وسياسيا جديدا، معربا عن افتخاره بالإجماع الوطني الذي عبرت عنه كافة القوى الحية السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه، ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي صدق على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسير أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 من شهر يناير 2021، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا. والتفاصيل في تقرير محمد مصطفى خير. مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تميز بكلمة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، جدد من خلالها الإشادة بعملية تأمين معبر القرقرات تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي اتسمت بالحكمة والحزم وبالجرأة والتبصر، مؤكدا على توالي الإشادة والدعم الدوليين بالخطوة التي قام بها المغرب، ما أعطى واقعا دبلوماسيا وسياسيا جديدا. عملية تأمين لا تصب في مصلحة الوطن فحسب، بل أيضا في مصلحة السلم والاستقرار في المنطقة وفي مصلحة حرية التجارة الدولية، وهو ما دفع كثيرا من أصدقاء المغرب وأشقائه للتعبير بوضوح عبر بيانات وبطريقة غير مسبوقة على دعم الخطوة التي قام بها المغرب، وفي ذلك دعم للوحدة الترابية والوطنية للمغرب ولمغربية الصحراء. رئيس الحكومة نوه أيضا بالإجماع الوطني والتعبئة التي عبرت عنها مختلف مكونات المجتمع المغربي دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. هذه التطورات التي وقعت، يقول السيد رئيس حكومة، أغضبت الخصوم وألحقت بهم أضرار بالغة، فلم يجدوا أمامهم من حيلة إلا الهروب إلى الأمام والتهجم وكيل التهم واختلاق الأخبار الزائفة والأكاذيب وفبركة فيديوهات وصور وتوظيف وقائع لا علاقة لها بمنطقة القرقرات. ولقد تصدت مشكورة وبكل روح وطنية وسائل الإعلام الوطنية الرسمية منها والشعبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الأكاذيب وفضحت ادعاءات الخصوم. من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى المعركة التي يخوضها المغرب ضد جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها والإعداد الجدي والدقيق لعملية التلقيح المرتقبة ببلادنا. اللقاح الذي اختارته بلادنا لقاح آمن وفعال، وذلك بشهادة الخبراء واللجنة العلمية المغربية والجهات المختصة، معربا أن لديه الثقة والأمل في أن الجميع سيساهم في إنجاح هذه العملية التي ستشكل إن شاء الله تحولا نوعيا وقويا في مواجهة الجائحة. إثر ذلك تدارس المجلس وصدق على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 15 دجنبر في الساعة 6 مساء إلى غاية يوم 11 يناير من السنة المقبلة على الساعة 6 مساء. تتواصل ردود الفعل المؤيدة للعملية التطهيرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بمعبر القرقرات، مؤكدة دعمها الكامل لحرية حركة الأشخاص والبضائع عند هذا المعبر الحدودي المهم، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه البوليساريو على معبر القرقرات الحدودي. أوضح السيد بلوك أن حكومته بعت باعتبارها بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي تؤيد بالكامل تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيف بوريل، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار والحفاظ على حركة أو حرية الحركة والتجارة
عبر الحدود في منطقة القرقرة. من جانبها أصدرت المنظمة الأفريقية غير الحكومية المعروفة اختصارا BANA اليوم الخميس بيانا طلبت فيه من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة بإفادة لجان تحقيق في الأعمال الإجرامية التي نفذتها ميليشيات البوليساريو في معبر القرقرات ومحاولاتها تعطيل مصالح الشعبين الموريتاني والمغربي. وعقب الاعتداءات التي لا تخدم الشعوب الإفريقية بدورها، عبرت المنظمة غير الحكومية السويسرية عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن دعمها للمبادرات المشروعة التي قام بها المغرب من أجل تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية والازدهار والأمن في منطقة الصحراء. وبسويسرا دائما، حيث عبرت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة بجنيف عن دعمها الكامل للتدخل السلمي المشروع اللاهجومي الذي نفذه المغرب من أجل فك الحصار عن معبر القرقرات. انتخب المغرب أمس الأربعاء في روما عضوا في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على إثر تعيينه من قبل المجموعة الإقليمية الأفريقية لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لولاية من 3 سنوات اعتبارا من فاتح يناير المقبل إلى 31 من دجنبر 2023. أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تم اختيار المملكة من قبل مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى جانب 5 دول أخرى وهي البرازيل، غواتيمالا، الدنمارك، النرويج والمجر لعضوية مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، مؤكدا أن انتخاب المملكة في واحدة من أهم الهيئات الفاعلة في العمل الإنساني العالمي يعد مؤشرا على التقدير الدولي الكبير إزاء مبادرات التضامن والإجراءات الملموسة وذات الأثر القوي التي يتم تنفيذها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس لفائدة السكان المنكوبين عبر العالم ضحايا النزاعات والأزمات الصحية والكوارث الطبيعية. إلى أسمرة وفي الخبر الفلاحي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بأقاليم الجهات الجنوبية 3 وبدعم من وكالة الجنوب انطلقت بجماعات أسمرة تجارب زراعة الكينوة بتربة الإقليم. عامل الإقليم مرفوقا بمسيري التعاونيات الفلاحية وأطر الوكالة وخبراء المعهد الوطني للبحث الزراعي توقفوا على نجاح هذه التجربة. في متابعة يوسف زعواطي ومبارك الباز. آفاق جديدة وواعدة للتنمية الفلاحية ترعاها وكالة الجنوب بجماعات إقليم السمارة، فمن موطنها الأول بدول أمريكا الجنوبية استنبتت بكل من جماعات أمقالة وجديرية وسيد أحمد العروسي الكينوا الملقبة بأم جميع الحبوب لمزاياها الغذائية والعلفية وقيمتها الصناعية، أثبتت نجاعة زراعتها ميدانيا على تربة السمارة. كل جماعة خدينا أننا نزرعوا فيها 1 هكتار ديال الكينوا اللي هي نبتة متكاملة غنية بالبروتينات، فيها 8 ديال لي زاسيد اميني انساتوري، خالية من الجلوتين وغنية بالألياف. اختارينا تقريبا 3 تربات، التربة الأولى ديال أمقالة فيها تربة رملية، التربة ديال الرمس فيها تربة تينية، والتربة ديال جديرية فيها تربة خليط بين حجر رقيق وبين الرمل وبين الليمون. سخاء تربة السمارة وعزيمة شبابها في استصلاح الأرض واستنطاقها زراعيا أمن عوامل نجاح استنبات الكينوا على تربة لم تخلف موعدها بمحصول من الخير العميم. مشروع ناجح وبالأخص في منطقة السمارة، أول تجربة في منطقة السمارة الحمد لله هذه هي، وعربون هذا هو ناجح الحمد لله، ودرنا من هذه التجربة وعطاتنا مردود زين. هذه هي عندنا الحاسي حافرينه ومجهزين المسائل، جهزتنا الوكالة الجنوب هذا اللي تراعوا فيه كامل، ده هو قدامكم، وفكرة صعبة وناجحة وزينة تبارك الله. وللغيث 3 هكتارات على 3 جماعات، خلاصة التجربة تقدم اليوم لحاملي المشروع وداعميهم من وكالة الجنوب والسلطات السمارة أن لا حدود لإمكانية الاستزراع. أهداف هذا المشروع، الهدف الأول بعد هي
نظرا للأهمية اللي تكتسيها الكينوا ومكانتها الغذائية. ما هي قاعلة الغذائية، عندها مكانة غذائية ومكانة علفية ومكانة حتى صناعية، كيدخل نوع من صناعات الأدوية فيها. والمرضوديتها نحيطكم علما بأن طون ديال تقريبا الكينوا سعره عالميا يبدأ من 3000 دولار تقريبا، 31000 درهم. وفي السوق المحلية الآن البذور ديال الكينوا يبدأ سعرها ب 40 درهم. إذن المشروع واعد وواعد جدا، اللي يأتي بالخير الوفير على الفلاح بالدرجة الأولى. عهد جديد إذن للتنمية الفلاحية تدون فصوله الأولى بجماعة السمارة، عهد يعد بإنعاش هذه الجماعات ويعزز آفاق التشغيل الذاتي بين صفوف شباب المنطقة. وبإقليم بوجدور تطور ملحوظ ينتظر أن يعرفه القطاع الفلاحي، خصوصا بعد إطلاق المشروع الهيكلي للتهيئة الهيدروفلاحية بجماعة الجريفية، والذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. التقرير في الموضوع لبريغينا العروسي ومحمد شرع. يعتبر القطاع الفلاحي ببوجدور من الدعائم الاقتصادية الأساسية، وخاصة قطاع تربية المواشي الذي يعد موردا اقتصاديا هاما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. مجهودات بذلت من أجل تنمية وتطوير هذا القطاع من خلال مشروع التهيئة الهيدروفلاحية بمنطقة الجريفية جنوبي شرقي مدينة بوجدور على مساحة 1000 هكتار لتنمية سلسلتي الخضروات والحليب. مشاريع تأتي لتوفير مياه الري وتحسين دخل الفلاحين وخلق قيمة مضافة فلاحية تقدر ب 115 مليون درهم وزيادة الإنتاج الفلاحي ب 1750 طن من الحليب و 600 طن من اللحوم الحمراء و 50 ألف طن من الخضروات وإحداث أزيد من 1000 منصب شغل جديد ودائم. هكذا إذن تفرض منطقة الجريفية جنوبي شرقي مدينة بوجدور نفسها بالنظر لتواجد مساحات هامة من المراعي والأراضي الفلاحية التي رسمت لها بالمنطقة عدة أهداف، على رأسها تنويع جديد لقطاع الفلاحة عوض الاعتماد على نشاط تربية الماشية، حيث سيخصص 500 هكتار منها لإنتاج الأعلاف الكلائية لتطوير سلسلة حليب الأبقار، كما سيتم تخصيص 500 هكتار أخرى لزراعة الخضروات تحت البيوت المغطاة وبناء وحدة لتثمين الخضروات واقتناء المواشي وبناء وحدة لمعالجة الحليب. وبانتهاء الأشغال بمشروع الجريفية نهاية السنة الجارية الذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب 465 مليون درهم، ستشهد المنطقة قفزة نوعية في قطاع الفلاحة من خلال مشاريع فلاحية عصرية قادرة على إعطاء بعد أكبر للمدينة وللجهة. إلى جانب القطاع الفلاحي، يشكل القطاع السياحي أحد أبرز الدعامات الرئيسية في الاقتصاد الجهوي، وخصوصا بجهة الدخل وادي الذهب. ولأجل دعم مخطط إنعاش القطاع، نظم اليوم المكتب الوطني المغربي للسياحة بمدينة الداخلة لقاء تشاوريا مع المهنيين، يروم الإنصات إلى تطلعاتهم والوقوف على الانتظارات وملائمة استراتيجيته مع مخطط الإقلاع الذي اعتمدته وزارة السياحة. في المتابعة بكار ديمي وعبد الله المحمود. تهدف هذه الجولة للمكتب الوطني المغربي للسياحة إلى وضع خارطة طريق لإقلاع القطاع عبر الترويج السياحي داخل الأسواق الدولية، بالإضافة إلى السياحة الوطنية. جهة الدخل وادي الذهب أول محطة في هذه الجولة باعتبارها وجهة استراتيجية للسياحة الساحلية. الهدف ديالنا اليوم بالضبط في منطقة الدخل والذهب هو أولا على المدى القصير العمل على مخطط ديناميكي لانطلاق السياحة، غير يكونوا الشروط ديال السفر يكونوا مناسبة. والهدف على المدى المتوسط والبعيد هو تعزيز الدخلة كوجهة سياحية شاطئية عالمية. اليوم الدخلة هي من العواصم العالمية ديال كايتسوف، وبغيناها غدا إن شاء الله في البلان اللي تنخدموا فيه أنها تكون وجهة شاطئية
ولهذا الهدف تنسخروا جميع الوسائل كالدعم الدعم الخطوط الجويه كالدعم التسويق كالدعم ديال الكوميونيكاسيون والماركتينغ. الجهه هي جهه صاعده في المجال السياحي واصبحت تستقطب العديد من المستثمرين المغاربه والاجانب كذلك، وهذا اصبحت عندها واحد السمعه دوليه خصوصا في مجال الرياضات البحريه. وحنا هنا لتصدير واحد البرنامج متكامل فيه كل ما هو طبيعي رياضات بحريه، ولكن ايضا كل ما هو ثقافي يعبر عن الثقافه الحسانيه بالمنطقه والمنتوجات المجاليه بالمنطقه، لنكون واحد المنتوج سياحي متكامل اللي غادي يرفع من الجاذبيه ديال هذه الجهه ان شاء الله. تناول هذا اللقاء مع الفاعلين السياحيين المخطط الاستراتيجي لإقلاع قطاع السياحة والآليات التسويقية والتجارية التي سيتم وضعها على مستوى الأسواق ذات الأولوية من أجل تأمين إقلاع أمثل ومستدام بالنسبة للجهات الاثنى عشر وفقا لخصوصيات ومؤهلات كل جهة. المجهود اللي المكتب الوطني للسياحة مع لسيرتي كاملين في المغرب يبشروا بالخير، لانه في القريب العاجل ان شاء الله منين تنحد هذا الوباء ان شاء الله اللي نتمنوا عنه يعود عاجل، استئناف القطاع يبشر بالخير، لان فيه الحمد لله تطلعات كبيره على بالنسبه للمغرب كامل في قطاع السياحه وبالخصوص في جهه الداخل، عاد الحمد لله معروفه ومسوقه الحمد لله، وهذا هو اللي نتمناه ان شاء الله انه يوقع باذن الله عن قريب اللي يوقع ان شاء الله. الهدف من هذا اللقاء وهو نشوفوا شنو هي سبل الحلول اللي نقدروا نديروا ان شاء الله نوجدوها من بعد ان شاء الله ما تمشي عندنا الوباء ان شاء الله. دونك هذا هو الهدف من هذه الجوله اللي غادي يديروا، هذه الجوله كما قلت لكم بدات من مجلس الداخله والذهب، باش غادي يشوفوا جميع الاشكاليات اللي كيطرحوا اصحاب الفنادق وكاع لو سيكتور توريستيك اون جينيرال. ينظم المكتب الوطني المغربي للسياحه جوله تشمل كافه جهات المملكه للانصات الى مهنيه القطاع السياحي والوقوف عند الانتظارات وملائمه استراتيجيته مع مخطط الاقلاع الذي اعتمدته وزاره السياحه. في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4750 حالة شفاء و 78 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وضحت الوزارة في النشرة اليومية نتائج رصد الوبائي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 368624 حالة، وعجم حالات الشفاء التام إلى 318987 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6063 حالة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 148 حالة بجهة قليمي موادرون، 130 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، 19 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب. فمزيدا من الحيطة والحذر عبر الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية التي قررتها السلطات العمومية والدوائر الصحية. بطنطان تسابق الدوائر الرسمية الزمن في أفق انطلاق الحملة الوطنية للتعطيم ضد فيروس كورونا، حملات موسعة ولقاءات تواصلية لدعوة الجميع للانخراط في عمليات التلقيح في غضون الأسابيع القليلة القادمة من أجل مواجهة هذا الوباء. في المتابعة الحافظ محضار عياد سرتي وعبد الرحيم حاج. من أجل إعداد خطة ممنهجة إقليميا ودراسة سبل تنزيل محكم لمختلف التدابير والإجراءات العملية المرتبطة بعملية التطعيم الموسعة ضد وباء كوفيد-19 ينعقد هذا اللقاء التواصلي، والذي أكد على أهمية اختيار المغرب للقاح المبني على معياري الفعالية والأمان بعد أن أثبتت نتائج الدراسات السريرية المنجزة سلامته وفعاليته في مواجهة جائحة كورونا. كنشجع السكينة على أنها تنخرط في العملية التلقيح بشكل مكثف، لأن التلقيح هنايا كانت التدخل ديالنا على أن التلقيح جد آمن وجد فعال، ما عندهم لنا شي يخافوا من التلقيح، غيكون في جرعتين
داز في تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من كبار العلماء اللي عندنا في المغرب متخصصين، يعني ما عندهمش علاش يخافوا، دوز تجارب في جمهورية الصين الشعبية وأثبت الفعالية ديالو وأثبت الأمان ديالو، داز مراحل سريرية في المغرب، مرحلة السريرية الثالثة، وأثبت كذلك الفاعلية ديالو والنجاعة ديالو والأمان ديالو اللي مهم هو الأمان. والحمد لله كنتمنوا أن الساكنة تنخرط بشكل مكثف في هذا، وحنا مستعدين الحمد لله أننا نقوم بالواجب ديالنا في القطاع الصحي. اللقاء شدد على ضرورة طمأنة المواطنين بخصوص فعالية اللقاح الصيني الذي اختارته الدولة بناء على مؤشرات جد إيجابية تؤمن السلام والصحة بعيدا عن الشائعات المغرضة التي تشكك في نجاعة اللقاح. متدخلون دعوا إلى انخراط الجميع لإنجاح حملة التطعيم الوطنية الموسعة في أفق طي صفحة هذه الأزمة الصحية. لا مجال للشك إن شاء الله في نجاعة هذه العملية، واللي كنطلبوا منه هو انخراط جميع ساكنة الإقليم باش إن شاء الله يكون الحد من هذا الوباء، هذا الوباء اللي منتشر بجميع المملكة وبالإقليم، واللي الحالة الوبائية الحمد لله بالإقليم ديالنا احنا متحكمين فيها بفضل السلطات الأمنية والإقليمية ديال طنطان. مرة ثانية كندعو الساكنة أنها تنخرط في العملية ونوعوا الناس بأنه النجاعة ديال هذا اللقاح باش نقضوا على هذا الوباء، وبأن الحاجة اللي ما كتدعش الشك هو انخراط الخطوط الأمامية ديال الناس ديال الأمن والناس ديال القوات المسلحة الملكية والقوات ورجال التعليم ورجال الصحة بالأساس. هذا كيأكد لنا أنه لا مجال باش نشكوا في هذه العملية ديال التلقيح. حنا كمجتمع مدني غادي نشتغلوا في حملات تحسيسية ونوعيوا الناس على أساس بأنها يكون واحد الإقبال كبير للمواطنين باش يجيوا يديروا التلقيح، وما يكونش تخوف، لأن تأكدنا بأن الأيام القليله الماضيه كان الاغلب ديال الناس كيقولوا بان راه كوفيد هذا راه ما كاينش، ولكن في الاخير بدات الناس كتعرف بان راه هذا الوباء راه موجود. لهذا كنطالبوا من جميع المواطنين ديال الساكنه ديال الاقليم بانهم يتجندوا ويكونوا يد واحده ويجيوا يديروا التلقيح. اللقاح سيشرع في تعميمه على المواطنين وفق ضوابط حددتها الدوائر الرسمية، وقبل ذلك تواصل لجان محلية عمليات الإعداد الجيد لهذه العملية عبر زيارات تفقدية ميدانية لمختلف المراكز الصحية التي ستحتضن حملات التعقيم للوقوف على جاهزية هذه المرافق واستيفائها لكل شروط التنزيل الأمن لهذه العمليات الرامية إلى القضاء نهائيا على وباء شغل العالم. وبالجارة الجنوبية موريتانيا، ومن أجل الحد من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، قررت الحكومة الموريتانية يوم أمس الأربعاء تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام. وذكر بيان صدر في عقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه في ضوء تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة مؤخرا في البلاد، وبناء على توصية من وزير الصحة، قرر المجلس تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام اعتبارا من بعد ظهر غد الجمعة 4 دجنبر وحتى صباح 14 من الشهر نفسه. أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يوم غد الجمعة سيعرف تسجيل أمواج عاتية من القطاع الشمالي الغربي على السواحل الأطلسية ما بين أصيلة وطرفاية بعلو يتراوح ما بين 4 أمتار وستة أمتار لفترات ما بين 14 و17 ثانية. وتوقعت المديرية في نشرة خاصة تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من يوم الاثنين 7 دجنبر. الآن إلى جديد الصحف، الصدر يوم غد في تقرير لعياد سرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادر يوم غد الجمعة من يومية الصباح، وكتبت: فشلت البوليساريو في تحويل أنظار المنتظم الدولي وخداعه بشأن حقيقة الوضع في الصحراء المغربية في أعقاب تدخل القوات المغربية لتحرير معبر القرقرات من أعمال البلطجة التي قادتها ميليشيات جبهة البوليساريو، ولم تنفع بلاغات البوليساريو في تغيير الحقائق على أرض الواقع، والتي أكدت أن تدخل السلمي للقوات المغربية أنهى عملية قطاع الطرق التي عرقلت لأسابيع مرور مئات الشاحنات بين المغرب وموريتانيا، وأثرت على الحركة التجارية بين المغرب وعدد من بلدان جنوب الصحراء.
صحيفة برلمان كومال الإلكترونية كتبت: أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الخميس أن تأمين معبر القرقرات كان ناجحا وخلف واقعا دبلوماسيا وسياسيا جديدا، معربا عن افتخاره بالإجماع الوطني الذي عبرت عنه كافة القوى الحية السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السعيد مزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن رئيس الحكومة أشاد مرة أخرى بعملية تأمين معبر القرقرات تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي اتسمت بالحكمة وبالحزم وبالجرأة والتبصر، مبرزا أن الجميع تعبأ وعبر عن مواقفه وتحمس لدعم الدبلوماسية الوطنية ودعم جميع الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا المجال. صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها اليوم غدين الجمعة: أكد الرئيس التونسي الأسبق محمد منصف المرزوقي أن النظام الجزائري يتخذ من الصحراويين المحتجزين بتندوف رهائن لخيار سياسي خاطئ، مبرزا أن الأجدى هو العيش تحت سقف المغرب عوض الجري وراء سراب ووهم لن يتحقق يوما. وقال المرزوقي خلال مشاركته في ندوة نظمتها عن بعد جمعية جزائرية حول واقع ومستقبل الحريات والديمقراطية في الجزائر، قال إن النظام الجزائري المتهالك يبيع الوهم للساكن المحتجز بتندوف، وأضاف أن هذا النظام قد أجرم في حق الشعب الجزائري، والدليل هو ثورة الشعب عليه وفي حق الاتحاد المغاربي وفي حق ساكنة تندوف منذ أكثر من 4 عقود في ظل ظروف صعبة، متسائلا عن الوهم الذي يبيعه لهم النظام الجزائري. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت: جدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التأكيد على أنه لا يمكن حل قضية الصحراء المغربية نهائيا إلا بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل. ناصر بوريطة الذي كان يتحدث أمس الأربعاء في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج شدد على أن الحل يتطلب المشاركة الكاملة لجميع الأطراف، مطالبا بالاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في تقاريره منذ العام 2007، وهي أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق. من يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، وكتب: تفادى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش يوم أمس الأربعاء بالرباط أن ميزانية الاستثمار المرصودة للوزارة تصل إلى 14.8 مليار درهم برسم سنة 2021، وأوضح في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة بميزانية العام 2020 والتي بلغت 12.94 مليار درهم. غادر هذه الدنيا المرحوم عبد الودود بابا والحمادي والعبد الحي عن عمر يناهز 90 عاما، الفقيد ينتمي لقبيلة مجاد. وانتقل إلى عفو الله المرحوم ميري مولود عن سن يناهز 61 عاما، الفقيد ينتمي لقبيلة ياقوت الغزلان. وانتقل إلى رحمة الله الفقيد سيد أحمد والمحمد شبيدة عن عمر يناهز 30 عاما، الفقيد ينتمي لقبيلة العروسيين لبكاكرة. انتقلت إلى عفو الله المرحومة زينب بنت أحمد الجزولي عن سن تناهز 84 عاما، الفقيدة تنتمي لقبيلة تيتوسة جواكين. وانتقلت إلى عفو الله المرحومة من التساعدي من سيدي محمد عن عمر يناهز 57 عاما، الفقيدة تنتمي لقبيلة رقيبات السواعد. انتقلت إلى رحمة الله الفقيدة الزهراء من تحميد عن عمر يناهز 56 عاما، الفقيدة تنتمي لقبيلة ايت الحسن الرويميات.
كما انتقلت إلى عفو الله المرحومة فاطمة من تعلي والسعيد عن عمر ينازو 50 عاما، الفقيدة تنتمي لقبيلة تيتوسة إمغلاي. تغمد الله والجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه والهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى الحالة الخاصة بأجواء الطقس غدا إن شاء الله. من المنتظر أن يظل الطقس مستقرا على العموم مع السماء الصافية إلى قليل الصعوب. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 16 في الرباط. بباقي المناطق ستتباين درجات الحرارة، ستتراوح ما بين 20 بسيدي إفني وكذلك بقليميم، 21 بأسا وكذلك بالزاك، 20 بالطنطان، 22 بالطرفية، 24 بالعيون، 23 متوقع بكل من الصمارة بوكراع وكذلك بوجدو. باقي المناطق 22 بقلة الزمور، 23 بالمطريقة، 25 بأوسر، 25 كذلك بالقويرة، و 22 منتظرة بالداخل. حالة البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي، سيكون البحر هاج إلى قليل الهيجة. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 8:38 والغروب على الساعة 6:55. حرارة الطقس بعض العواصم والمدن المجاورة، 31 بنواكشوط العاصمة الموريتانية، 24 بنواذبو، 25 منتظرة بزوالات، و 22 من المنتظر أن تشهدها تندو. والآن نذكركم بأبرز العناوين ضمن هذه النشرة. وفد عن لجنة الخارجية بمجلس النواب يزور عددا من القنصليات المعتمدة بالعيون. تابعنا من جماعة أو إقليم الصمارة تجارب زراعية ناجحة تؤهل المنطقة لتصبح قطبا فلاحيا. ومن الداخل رصدنا للقاء التواصلي حول مخطط دعم وإنعاش القطاع السياحي. من طنطان تابعنا لقاء تواصليا حول التدابير المرتبطة بعملية التلقيح ضد كوفيد-19. تأتي النشرة الإخبارية على اللقاء. واش فكرتي في هذا الشيء مزيان؟ فهاد الجائحة اللي الكبار معرضين فيها أكثر الخطر، باين باللي ما على بالكش وما مسوقش، كتحس باللي المرض بعيد عليك وعند بالك شباب قادر يحميك. راك غلط، راك غلط. تخبارك الأغلبية بحالك حاملي الفيروس وما حاسينش به، كيدورو وكيعادي وبنادم به. أعز ما عندهم بحال هذيك اللي خليتي في الدار فراسك باللي بهاد التصرفات انت سبب في مرضها، والله يحفظ يقدر كاع تفقدها. رد بالك ورد بالك، رد بالك قبل ما يفوت الفوت وتسبب في موت أغلى ما عندك اللي حياشك فريمو ولا بهاد الله. بالتهور غتعيش نادم على الدوام، حضر عقلك والتزم باللي يحميك ويحمي أعز مالك بشوية ديال الحكمة، قدروا كاع نتجاوزوا هاد الأزمة. أغلبية الشباب حاملي الفيروس وما حاسينش به، كيدورو وكيعاديو الناس به. ما تفكرش غير في راسك،
ذاك اللي عزيز عليك فكر فيه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم مع الناس. درج العالم على الاحتفاء في 3 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي لذوي الإعاقة. احتفاء هذه السنة يأتي في ظرفية استثنائية، ظرفية موسومة بالترقب والتوجس والقلق في ظل تفشي ظاهرة كورونا. هذا الأمر دفع الأمين العام للأمم المتحدة في الأيام القليلة الأخيرة إلى توجيه دعوة إلى العالم من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة. على صعيد المغرب هنالك عمل متواصل ودؤوب تقوم به الحركة المدنية من أجل النهوض والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدولة من جهتها قامت بمجموعة من الأوراش التي تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي إعاقة من كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة. مشاهدي الأعزاء، في حلقة هذه الليلة سنقف عند مفهوم الإعاقة وواقعها الحالي، ما هي التحديات والإكراهات التي تحول دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة؟ ما هي المكتسبات التي تم التراكم في هذا المجال؟ لنخلص معكم للأفاق والرهانات المستقبلية من أجل النهوض بوضعية الأشخاص في إعاقة، ومن أجل إثراء وإغناء النقاش في هذا الموضوع، يسعدنا هذا المساء أن أستضيف الأساتذة الكرام، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ عزيز أزربي، رئيس مصلحة الوقاية والتحسيس وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم. شكرا لقناة العيون على الاستضافة ولتوجيه الدعوة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة الاحتفال، يعني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة. كما أيضا يسعدنا أن أرحب بالأستاذ عبد الرحمن المدني، ناشط حقوق في مجال الإعاقة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، شكرا على الدعوة. العفو. كما أنوه السادة المشاهدين إلى أنه سيلتحق معنا خلال هذه الحلقة عبر خدمة سكايب كل من الأستاذ عبد المالك أسريح الخبير الدولي في مجال الإعاقة، والسيد المحجوب الدوة رئيس تحالف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء. الأستاذ عزيز أزربي، لو بدأنا معكم، العالم يحتفل في هذه السنة في ظل أجواء خاصة، لو وضعت المشاهدين حول دلالة الاحتفال هذه السنة. بالنسبة لدلالة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، نشير على أنه تم اعتماد هذا اليوم يعني من طرف منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1992، وهي مناسبة يعني للتعريف والتحسيس وإدكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك بالنسبة يعني فرصة يعني لتغيير التمثلات السلبية يعني السائدة في المجتمع. بالفعل أن بالنسبة للاحتفال بهذا اليوم في هذه السنة، سنة 2020، هو يعني يمر في ظروف استثنائية تتسم يعني بانتشار وباء كورونا، والإشارة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة هم من بين الفئات يعني التي تعاني بشكل مضاعف بفعل يعني الحالة الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة من آثار جائحة كورونا. شكرا. الأستاذ عبد الرحمن المدني، ما هي دلالات هذا الاحتفال هذه السنة في هذه الظرفية الاستثنائية بكل المقاييس؟ وهو بالنسبة لنا اليوم العالمي هو أولا وقفة للتأمل، فين وصلنا وفين غاديين، خصوصا في أنا اللي كيهمنا أكثر كناشط حقوقي هو ما تحقق على أرض الواقع، وما هو التغيير الذي أحدثت كل الجهود سواء من طرف الدولة أو سواء من طرف المجتمع الدولي في الحياة اليومية للأشخاص المعاقين.
المناسبة هذه السنة من طبيعة الحال استثنائية، ولكن أنا نتكلمك على استثنائية في سياقين. السياق الدولي اللي هو كما قلت أن الأمين العام للأمم المتحدة في 30 نوفمبر يعني غير 2 اللي فات هو دعا العالم إلى تعزيز حقوق 30 نوفمبر نعم دعا العالم إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة إيفاء بالجوهر ديال الأهداف التنمية المستدامة. وفي السياق الوطني أيضا هناك سياق خاص يعني هذه السنة أولا لجائحة كورونا، وعرفنا أن في العالم كامل يعني كان من ضمن ضحايا هذه الفئات ظاهرة كورونا في العالم هم الأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث كانت انتكاسات حقوقية في العالم كامل. نحن نذكر أن بعض الولايات في الولايات المتحدة أريزونا ألاباما واشنطن أيضا بشكل سافر استثنت الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الطوارئ أثناء الأزمة ديال كوفيد، بمعنى دولة متقدمة ليس غير في الولايات ولكن راح في إيطاليا. هذا الأمر ينسحب إلى مجموعة من الدول في العالم، في العالم كله الأشخاص في وضعية إعاقة كانوا ضمن الفئات الأكثر الذين فتك بهم هذا الوباء، وبالتالي كيف فرض رهانات. والسياق الوطني من طبيعة الحال غادي نتكلموا عليه بإسهاب خلال الحلقة. الأستاذ عزيز أزربي، بحكم مسؤوليتكم في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة الأسرة، أنتم على مصلحة الوقاية والتحسيس، يعني الكثير من المشاهدين ربما هنالك نوع من المعلومات المغلوطة عن الأشخاص في وضعية إعاقة بحيث المفهوم والتعريف، وهنالك نوع من الخلط عند الكثيرين، وهي فرصة لتنوير الرأي العام تقريبا بهذا المفهوم ودلالاته، وأيضا ماذا يعني بالنسبة للمواطن. هو بالنسبة يعني مهم جدا أننا نشير يعني الدور ديال وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة الأسرة يعني في المجال ديال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة يعني الدور كاين أولا واحد الدور اللي هو تنسيقي، أن يعني الوزارة تقوم بحكم أن الإعاقة تتسم يعني بالعارضانية، أنها تقوم بتنسيق يعني تدخلات مختلف القطاعات الحكومية. مثلا في مجال يعني التعليم مع وزارة التربية الوطنية، في مجال الصحة، في مجال الإدماج المهني. إذن هذا واحد الدور تنسيقي واللي يعني تدخل في إطار تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2025، واللي صدقت عليها اللجنة الوزارية التي ترأسها السيد رئيس الحكومة في 24 نوفمبر 2015. أيضا تنشر الدور ديال الأجراء ديال المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التنفيذي ديال 2017-2021. إذن هذا واحد الدور اللي هو مهم. كاين أيضا الدور الثاني اللي هو الدور تنظيمي، أن بحكم أن الوزارة تقوم يعني بإعداد وإنتاج النصوص التنظيمية والمعيارية اللي تأطروا مجال التدخل في المجال الإعاقة. وأيضا كاين يعني الوزارة تشرف على التنفيذ بشكل مباشر لمجموعة ديال البرامج ومجموعة ديال الأوراش اللي هي مهيكلة في هذا المجال واللي غنطرقوا لها بالتفصيل في هذه الحلقة. عفوا الأستاذ عبد الرحمن، يعني لو وضعت المشاهد الكريم في مفهوم الإعاقة تعريفها ماذا تعني بالنسبة لك؟ بطبيعة الحال الإعاقة المفهوم ديالها شكل منذ القدم يعني هو مفهوم متطور ماشي، ولكن خصنا نردوا البال بأن آخر ما توصلوا للعالم أو اللي وصلت الحركة اللي كتشتغل في العالم بإسري هو أنه اعتبار الإعاقة تنوع بشري، بمعنى أن المجتمعات كيخصها تفهم أنه راه الأشخاص معاقين ضمن الفئات المجتمعية الأخرى ولها أن تتمتع بكافة الحقوق ديالها. وأيضا الأهمية ديال إذكاء الوعي، وكنشكرك على السؤال لأنه لدرجة يعني درجة العالم كله واعي بهذه القضية ديال تغيير النظرة تجاه الأشخاص المعاقين، لأن العديد من الأوراش مفتوحة واللي كيعترضها أكثر هو الاعتماد البديهي للعجز تجاه الأشخاص المعاقين. أوتوماتيك ممكن تسمع شخص معاق كنقولوا العجز، فبالتالي هذا أثر لنا كثير على السياسات خصوصا اللي دارت الدولة ديالنا المغربية، وغادي نجي لها من بعد، لأن المعضلة الكبيرة دابا عندنا في المغرب هو أننا عندنا بزاف ديال البرامج، ولكن نزول السياسات بنفس الزخم والالتزام اللي كاين على الصعيد المركزي ما كيواكبوش
إيمان واستيعاب المقاربة الحقوقية تجاه الأشخاص المعاقين على المستوى المحلي، والناس اللي مسؤولين على إيفاء الحقوق أو لإنفاذ الحقوق غالبا ما كيكونوا بعيدين تماما، وغنعطي أمثلة من بعد في الحلقة ديالنا. ولكن النظرة تجاه الأشخاص المعاقين يجب أن تتغير، ولذلك عندنا مادة خاصة مادة 8 من الاتفاقية الدولية تحث الدول في العالم كامل على إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والإعلام له دور كبير. وكنشكرك على المبادرة ديالك، لأننا في هذه الحلقة عندنا هو أننا نساهم في إنفاذ المادة 8 اللي التزمت بها الدولة ديالنا. شكرا الأستاذ عزيز أزربي. من خلال حديث الأستاذ عبد الرحمن المدني أن هناك عملية تنزيل هذه الأدوار على أرض الواقع، ربما هناك نوع من الإكراهات يعني في التنزيل، وربما حتى مسألة التنسيق هناك فيها نوع من الصعوبات ما بين مجموعة من القطاعات الحكومية، خاصة في هذا الورش حقيقة الاجتماعي الذي يتطلب تكاثف جهود الجميع. يعني كما أشرت بالنسبة للآلية، الآلية التنسيق يعني المتواجدة حاليا هي كاين اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ تتبع الاستراتيجيات والبرامج، هذه بالنسبة لهذه اللجنة يعني جميع القطاعات الحكومية هي ممثلة في هذه اللجنة الوزارية واللي كيترأسها السيد رئيس الحكومة. وكاين بالإضافة لهذه الآلية كاين اللجنة التقنية المنبثقة على اللجنة الوزارية، واللي يعني الممثلين جميع القطاعات الحكومية والدور ديالهم هي التتبع ديال تنزيل المخطط الوطني 2017-2021. بالنسبة لهذا المخطط الوطني شنو تنلقاو فيه؟ تنلقاو فيه جميع يعني التعهدات والالتزامات ديال كل قطاع حكومي يعني بالنسبة للتدابير والإجراءات، وكذلك المؤشرات ديال التتبع والتقييم. وهذا يعني اللجنة يعني راه قامت بمجموعة ديال الاجتماعات، اللي هو الاجتماع السادس تم مؤخرا في سنة 2020، والوزارة قامت بإعداد يعني واحد تقرير نصف مرحلي المدى يعني إنجاز هذا المخطط. إذن بالنسبة للآلية كاين آلية يعني اللجنة الوزارية بالإضافة أيضا للجنة التقنية. شكرا الأستاذ عبد الرحمن المدني. أنتم في الحركة المدنية الحقوقية لأشخاص ذوي إعاقة هنالك نوع من الترافع التي قمتم به سنوات طويلة، خاصة في المقاربات الاشتغال. كانت هناك مقاربة طبية قبلها مقاربة إحسانية، أصبح الآن المقاربة الحقوقية التي هي التي يتم اعتمادها، وأيضا المغرب صادق على اتفاقات الدولية للأشخاص ذوي إعاقة. إذا هذا الترافع وهذا الاشتغال وهذا الزخم الذي قام به الفاعلين المدنيين، لو وضعت المشاهد الكريم في هذا السياق، هذا الزخم وهذا النشاط الحثيث والمكثف. كما قلت عندنا أشياء جميلة في البلاد، عندنا لأول مرة السياسة العمومية المندمجة لنهض بحقوق الأشخاص المعاقين، كاين المخطط الوطني اللي تكلم عليه السي أزربي مشكورا. المشكل اللي عندنا دابا أنا اللي كنحاول لفت الانتباه ديالو هو أنه في التفعيل والتنزيل على الصعيد الجهوي والمحلي لهذه السياسات، يعني درجة الالتزام بحال إذا كانت الوزارة كتكلم 100% يعني كتحس بالوتيرة والمخطط اللي حطها 100%، 10% ما كتوصلش للوتيرة. وهنا أدعو مشكورا السي أزربي اللي تكلم على اللجنة الوزارية ما بين الوزارية اللي كاينة. هذه اللجنة أنا كنظن أنها هي ندعوها إلى مراجعة أساليب الاشتغال ديالها، وعلى أنها يكون عندها عمق اجتماعي لقياسة الأثر. نعطيك مثال غير مؤخرا، مثلا دازت المباراة ديال الأطر التربوية الاجتماعية والإدارية ديال وزارة التربية الوطنية، في خلال المباراة ملي جاء الإعلان ما فيش بلاصة فين ممكن ندرجوا أن الشخص معاق باش يستفد من ديك 7% ديال اللي كيخصها القانون للأشخاص المعاقين، فبالتالي بعض الأكاديميات قالت ما في خبرناش كاع هذا الشيء ما كاينش، هناك إخوان ديالنا المكفوفين منعوا من دخول مراكز الامتحان، وهناك جهات أخرى اللي استقبلات الأشخاص المعاقين وفرات البولوجيات إلى آخره. ولكن في نهاية المطاف في القراءة ديالنا هذه غير البارح، القراءة ديالنا هو أنه النسبة ديال 7% لا يمكن أننا نعتمد عليها في إيفاء الحقوق، هي آلية صعبة المراقبة لا تنزل. والغريب في الأمر عندنا واحد الانفصام سياسي كنسميه احنا ما بين ما يسطر على الصعيد المركزي وما يتم الاشتغال به على الصعيد المحلي، الاستيعاب ديال الأطور ديال بزاف ديال الوزارات بما فيها يعني بما فيها مثلا في بزاف ديال القطاعات. لان خصنا نوقفوا على واحد القضيه، استاذ أزربي قال واحد الكلمه مهمه جدا، وان الدور ديال وزاره التضامن هو دور تنسيقي داخل الحكومه، بمعنى ان عرضانيه الاعاقه ما خصناش، عندنا واحد اللب سياسي
عندنا واحد التمثل سياسي، هو كلشي كيتصحابوا ان وزاره التضامن هي اللي مكلفه بالاشخاص المعاقين، ولكن وزاره التضامن ما يمكنلهاش تقري، ما يمكنلهاش تخدم، ما يمكنلهاش الصحه مثلا. فبالتالي خاص الوزارات كاملين تضمين جميع البرامج ديال الاشخاص، تضمين جميع البرامج اللي كتنفذ بعد الاعاقه، ولكن خصوصا يجب تتبع الانزال، لان جميل جدا ما عندنا في الوراق، جميل عندنا اوراق نصوص تشريع يعني غير الاتفاقيه الدوليه كيفيه، ولكن التنزيل فيه مشكل، فيه مشكل. وانا من هذا المنبر سنعود تفصيل التنزيل. انضم الينا الان عبر خدمه سكايب الاستاذ عبد الملك سريح خبير الدولي في الاعاقه. الاستاذ عبد الملك سريح، لو بدانا معكم وضعت المشاهد الكريم في مفهوم الاشخاص في وضعيه اعاقه، المقاربات الحقوقيه، ايضا الزخم الذي تم الاشتغال عليه على المستوى التشريعي وعلى المستوى التراكم القانوني، بحكم اولا انكم تحضرون البحث الدكتوراه في موضوع السياسه العموميه الخاصه بمجال الاعاقه، لو وضعت المشاهد الكريم في اطار المفاهيم لهذا الموضوع وايضا اهم المقاربات التي تشتغل عليها، تفضل استاذ الكريم. شكرا. بالطبع هناك تطور، هناك تطور كبير كيف العديد من الملفات والقضايا اللي عندها طابع انساني او فئوي بين مزدوجتين. موضوع الإعاقة شهد تطور كبير جدا في طريقة التعاطي معه، في التعامل معه أو في فهمه، وبالتالي كيف هو معروف العديد من الكتابات أنه انتقلنا إلى حد ما من النموذج الخيري في التعاطي مع الإعاقة إلى النموذج الطبي، النموذج الاجتماعي، لأن النموذج الاجتماعي مبني على حقوق الإنسان، وبالتالي حدث تطور كبير جدا. لأبسط الأمر، منذ زمان، منذ قرون، منذ سنوات، منذ عقود، أغلب الناس في كل بقاع العالم كانوا ينظرون إلى الأشخاص في وضعية إعاقة أنهم فئة تهشة، أنهم ناس لا يستطيعون أن يؤمنوا استقلاليتهم الاقتصادية، استقلاليتهم في حركيتهم أيضا، أنهم ناس هم عبء على المجتمع، عبء على دولة الاقتصاد، وبالتالي مفترض أن يكونوا موضوع أفعال الخير وأفعال الشؤون الاجتماعية والمبادرات الإنسانية الصرفة الإحسانية. أظن هذا المفهوم تغير مع مرور الزمن. في لحظات ما أيضا تم التعاطي مع الأشخاص في وضعية إعاقة ومع الإعاقة كأنها مرض، واعتبرها مسألة صحية فردية تهم الفرد وتهم قطاع الصحة. ثم سرعان ما تغير هذا المفهوم، ليس سرعان في الحقيقة، بعد جهد كبير لعبت فيه حركة الإعاقة دور كبير جدا، لعب فيه المنتظم الدولي دور كبير جدا، لعب فيه البحث العملي النظري التطبيقي في مجال الإعاقة الذي قادوه أشخاص وقيادات دولية في موضوع الإعاقة وباحثين دور كبير جدا، إلى أن استقرينا على 13 جنبي 2006، وهذا تاريخ مهم جدا، ونحن نحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه بالضبط 13 جنبي 2006 الأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تميزت بمشاركة قوية لنخب وخبراء من ذوي الإعاقة، يعني 12 شخص ممثلين التنظيمات الدولية الحقوقية ديال الإعاقة شاركوا في الصياغة، وأول مرة كتم هذا العمل المبادرة. فعلا هنالك تطور وأيضا نوع من الدينامية المدنية، لو وضعت المشاهد الكريم في هذه الدينامية المدنية التي الآن مستمرة في الترافع عن وضعية الأشخاص ذوي إعاقة. سأتي، أنا أريد أن أشرح التحول ببساطة. الناس بشحال هذيك كلها كانوا يركزوا الخطاب على أن الشخص المعاق هو اللي عنده مشكلة، هو اللي ما قدرش يمشي، هو اللي ما قدرش يشتغل، هو اللي مسكين، هو اللي خصنا نعاونوه، هو اللي خصنا نشدو في يدو. هنالك صعوبة تقنية خاصة في استماع لحديث الأستاذ عبد الملك سريح، سنعود إليه خلال هذا اللقاء. الأستاذ عزيز أزربي، تفاعلا مع ما تحدث عن الأستاذ عبد الرحمن المدني، أن هنالك من حيث التنزيل هنالك صعوبة، هناك من مجموعة الكرهات لو تحدثت عن هذا الأمر. وفعلا بالنسبة يعني من بين التحديات يعني المستقبلية هي أنه يتحتم دمج بعد الإعاقة في جميع المخططات التنموية والقطاعية. يعني هذا هو يعني انه يجب او يتحتم على ان الاعاقه انها يعني تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط يعني مختلف التدخلات، يعني سواء على مستوى يعني الجماعات الترابيه او على مستوى يعني القطاعات
الحكومية والمؤسسات العمومية. إذن هذا يعني تحدي مهم جدا. شكرا. والوزارة يعني فقط إضافة يعني أنها خدت المبادرة في هذا الإطار بحكم أنها قامت بمواكبة المجموعة ديال الجماعات الترابية أنها باش تدمج يعني البعد الإعاقة في المخططات التنموية. شكرا. الأستاذ عبد الرحمن، في مسألة تنزيل هذه الأوراش على أرض الميدان، هناك قلت صعوبة في هذا الأمر، لكن كيف يمكن التغلب على هذه الصعوبة وكيف يمكن تجاوز الأمر بتفاعل جميع الشركاء سواء المؤسساتيين وأيضا المدنيين؟ ممكن جدا، ممكن جدا. نعطيك مثلا سياسة العمومية المندمجة لنهضة بحقوق الأشخاص المعاقين، جابت من ضمن المقاربات ديال التفعيل ديالها المقاربة المجالية. مقاربة المجال، المغرب متجه، عندنا بزاف ديال الفرص، يا إما أن نكون أو لا نكون. المغرب الآن له فرص لبزاف ديال أساليب الاشتغال. راك شفتي كوفيد والأزمة كورونا شنو اللي بينت بزاف ديال التحديات أمنا. نرجع للسؤال ديال كيفاش ممكن تنزل ديال فقط لا تمركز بالجهوية المتقدمة، كي خصنا بزاف ديال القرارات أنهم ينزلوا الجهات، خص حتى فيما يخص مثلا بزاف ديال الاشتغال في المجال الاجتماعي، مثلا مؤسسة التعاون الوطني اللي تبع الوزارة التضامن أيضا خصها تنظيف تنزيل في لا تمركز القرارات، بزاف ديال الحويجات باقيين عندنا يعني ممركزين. وكما قلت لك سياسة العمومية الدوكيمون ديالها راه إلا قريتي كتلقى أن المقاربة المجالية، لأن المغرب كما قلت لك مقبل على تحديات كثيرة، الوحدة منها هي هذا التنزيل. كاين ديال إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية اللي تكلم عليهم الأستاذ وللوزارة مشكورة، يعني راه فقط بعض المجالس عندنا شي 40 بلا ما ندخل في ارقام اللي ما حافظش، ولكن اللي كاين هو ان ماشي كاع المجالس وصلت لهذا الاستيعاب. ثم انهم ايضا هناك اشكاليه ديال لوكومو الفاعل السياسي الان حتى على الصعيد كيقول لك وريني كيفاش انا ما كنعرفش. دونك وزاره التضامن يمكن لها انها تدير هذا الدور مرحليا، ولكن كما قلت هو ان وزاره التضامن يجب ان لا ننظر اليها انها المسؤول الوحيد على الاعاقه، وان الوزارات خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم بما فيها وزاره الصحه فيما يخص العلاج والتاهيل واعاده التاهيل، بما فيها وزاره التربيه الوطنيه في التربيه الدامجه، بما فيها التكوين المهني الدامج في يعني كل وزارة هي مسؤولة على الأشخاص المعاقين، لأن هذا اللبس وهذا الانطباع السياسي الخاطئ اللي طاح لنا هو أن بزاف المسؤولين على الصعيد الجهوي الإقليمي المحلي كيعتبروا أن الملف الإعاقة هو عند وزارة التضامن. دونك هذه السياسة خاصة التكوين ديال التكوين الموارد البشرية باش يستوعبوا المقاربات. الآن يعني محبط جدا أنك كتلقى واحد مسؤول إقليمي أو لا محلي ما عرفش حتى البرامج الوزارة ديالو، ما عرفش المقرر، ما عرفش المغرب فين غادي، ما عرف. يعني كاين واحد الاشكال كبير حنا كنسميوه انفصام سياسي، يعني لغه في المركز ولكن على الصعيد المحلي لغه اخرى ديال الواقع. وهذه هي اللي كتهمنا، وهذه هي اللي كنقول ان الوزاره هذه اللجنه الوزاريه اللي خصها احداث اليات لقياس الاثار ديال الاشتغال ديال الناس، خص يكون عندها بعد اجتماعي اللي تعرف الاثر الحقيقي، حيت في اول المطاف واخر المطاف الهم ديالنا هو هذاك الشخص في وضعيه اعاقه شنو من تحسن كنديروا في الحياه اليوميه ديالو. حاليا الاوضاع لا تسر، وانا عطيتك مثال غير في هذه القضيه ديال المباراه اللي فات، زياده على اننا خصنا نعرفوا ان في الاشخاص في وضعيه اعاقه القادرين على العمل، كاينين غير القادرين اللي الدوله مسؤوله على ان توفر لهم الدعم الاجتماعي. الان كلفه الاعاقه مثلا كمعضلة ما زال كتحملها الأسرة في المغرب. إذن عاد إلينا الأستاذ عبد الملك السريح، يمكنكم أستاذ عبد الملك أن تستأنفوا حديثكم الذي انقطع لأمور خارج عن إرادتنا، تفضل الأستاذ عبد الملك. شكرا معضلة. المتعلم هو هذا، أنه كيف هناك السياق الاجتماعي في حواجز في المعيقات كيحدث تفاعل ما بين هذا السياق بحوث بمعيقاته ومسهلاته خاصة المعيقات، وما بين الشخص وضعية إعاقة لعنده مواصفات معينة في ذلك العلم الوظيفي اللي عنده في أداء بعض وظائف من الجسد ديالو، بعض أعضاء من الجسد. إذن ديك التفاعل كتوقع الإعاقة. إذا المنطقية الجديد هو أن دخل هذا المكون البيئة والمعيقات البيئية تعرف بالإعاقة، وما بتعني يمكنش نحن عنده المغرب الآن بصدد تطوير واحد نظام جديد اللي غادي يتم به مراجعة الطريقة القديمة التقليدية التي كانت تحتكم إلى الإطار الصحي، إلى المفهوم الصحي والمقاربة الصحية في تحديد الإعاقة. وهذا متغير مهم جدا
هو اللي في الحقيقة اللي جاب متغيرات على مستوى حكامة طبيعة حكامة تبين في الإعادة. يعني كيفاش غنتعاطوا مع الإعادة؟ السيد عزيز يتكلم على الوزراء وقال فكرة ديال بعد عرضة للإعادة. بعد عرضة للإعادة كيعكس هذا التصور، كيعكس هذا التصور أن جميع القطاعات معنية في الإعادة، أن فعلية حقوق الأشخاص ذوي الإعادة مفترض أن تساهم فيها كافة القطاعات. إذا هناك تحول كبير، المغرب أكيد وكذا بسياسة عمومية مندمجة، وهذا مهم جدا. وأكيد أن ورش كبير ومدخل أساسي لوضع موضوع الإعادة في السكة الحقيقية، أعطى الدستور بعد آخر بحضر التمييز على أساس الإعادة، بالفضل بعطلتين اللي كيدعو السلطات العمومية وكيد زمان ديال البرامج والسياسات ويتم وصول الحقوق والمشاركة الاجتماعية، وأيضا بقانون الإطار اللي هو قانون في الحقيقة قانون السياسة العمومية للإعادة اللي كيحدد الأهداف الأساسية ديال الدولة المغربية ودي الحكومة أساسا اللي يمكن تشتغل عليها على مدى زمني طويل جدا. دونك قطعنا على مستوى النظري، على مستوى الإطار المرجعي والمقاربة المرجعية لموضوع الإعاقة، كيف نتمثل ذلك فاعلين عموميين؟ واش فاهمين هذا التغيير؟ كيبقى صعب المدى أولا خصوص منه، لأن فيه متغير مفاهيمي، وكنعرفوا موضوع الإعاقة التمثيلات السلبية فيه كثيرة جدا، يعني عندنا حضور في الثقافات في الممارسات في البراتيك حتى القطاعات الحكومية والجماعات الوحدات الترابية اللي كتطلب منا واحد المجهود كبير باش نديروا إذكاء الوعي وفهم الإعاقة بالمعنى الجديد بالنسبة للفاعلين العموميين. وبالتالي علاش الصعوبة كاينة؟ لأن التمثل في الإعاقة تنعكس في ممارسة تمييزية، هذا كنتجاوزوا رغبة الدولة والرغبة المشروع الحكومي إلى الدور بالمنفذ القانون والأشخاص العاملين على إنفاذ السياسات والقوانين، بالتالي الاشتغال معهم على مستوى التمكين الحقوقي، تمكين وإذكاء الوعي مسألة أساسية. ثانيا هناك مشكل أساسي جدا وحنا كنعاودوا في المجتمع المدني، هو مشكل ديال التمكن التقني من إدماج العرضاني لموضوع الإعاقة. موضوع الإعاقة اليوم هو حق المعرفي، عنده أدواته وعنده نظرياته، وعندما نتكلم عن السياق الاجتماعي للتعريف بالإعاقة عن البيئة الاجتماعية نتكلم عن نظريات تنظيم إنتاج الإعاقة، هو معروفة بـ PPH، يعني هي واحد الأداة منهجية معرفية اللي من خلالها يمكننا نحطوا السياسات ديالنا الترابيه والعموميه دامجه لبعد الاعاقه. وبالتالي استسمح لي المقاطعه الاستاذ عبد المالك، لو تحدثنا عن السياسات العموميه، الاستاذ عبد المالك لو تحدثنا عن السياسات العموميه بحكم انكم تشتغلون على هذا الموضوع في بحثكم للدكتوره، كيف يتم الاشتغال على موضوع وتصريف موضوع الاعاقه داخل السياسات العموميه في المغرب؟ هذا بالضبط ما اتحدث عنه، يعني وصلت الى المستوى على مستوى التأطير القانوني الدستوري السياسي، يعني كمرجعيات المقاربة نحن متقدمون يعني من الدستور من اتفاقية الدولية، هناك وجود وهناك ايقاع سريع للفاعل العمومي والمعترف بذلك، ايضا هناك ايقاع سريع، لكن الاشكال هو كيف سنترجم ذلك عمليا. هذا ما احاول ان اشرحه. الترجمة العملية تقتضي أن نتمكن من الموضوع، أن تكون عندنا موارد مالية أيضا، أن يكون عندنا تطوير للمفاهيم ولتمكن الإعاقة على المستوى الذي يقتصر على تنفيذ برامج الإعاقة، وبالتالي نحس بهذه المفارقة، يعني نحن في مرحلة انتقالية، مرحلة قطع ما بين الأسلوب التقليدي، تضغط عليه القطاعية المفرطة، والتعاطي مع موضوع الإعاقة بطريقة قطاعية صرفة خارج منظومة العامة للفعل العمومي للبرامج والسياسات والتشريعات، ونريد الآن أن نتحول بموجب الاتفاقية والدستور والتطورات المعرفية العالمية إلى وضع الموضوع بالإعاقة قلب السياسات العمومية هو مكانها الطبيعي. هذا الموضوع السياسات العمومية هي ليست مسألة إرادة سياسية فقط، إرادة سياسية ضرورية مريض قبل السياسات على الاتفاقية حضر التمييز لا يكفي، كيف سنقوي مهارات، كيف سنمكن الأطر، إذن الأستاذ عبد الملك الصريح الوقت يضغط علينا بسرعة، وأيضا ننقل هذه التساؤلات وهذه الاستفسارات إلى الأستاذ عزيز الزربي. أشكركم أستاذ الكريم على مساهمتكم القيمة معنا في هذا اللقاء، وشكرا جزيلا لكم. الأستاذ عزيز الزربي، لو علقتم على أهم ما جاء في حديث الأستاذ عبد الملك الصريح، وتفاعلا مع المداخلة القيمة للسيد الصريح، وبخصوص يعني تطور المفهوم الإعاقة أو التعريف الجديد
للإعاقة كما جاء في الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة اللي صدق عليها المغرب سنة 2009، وكذلك في القانون الإطار المتعلق رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خصوصا المادة 2 اللي كتنص على التعريف الجديد أن بالنسبة للإعاقة هي نتاج لتفاعل الحالة الصحية بين عوامل المحيط والبيئية مع الحالة الصحية ديال الشخص، ولضمان أيضا المشاركة الفعالة والكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة. وهنا تنشير على واحد المشروع مهيكل اللي تتقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة الأسرة بالتنفيذ ديالو، هو مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة للملائمة مع هذا المفهوم الجديد، بحيث أن النظام المعتمد حاليا هو نظام يعتمد على تقييم المعايير ديالو كاملة، يعني على تقييم طبي، وبغينا نمروا لواحد النظام جديد. إذن هذا المسار الطبي أظن 1998، هذا هو مرسوم 1998 وزير الصحة، نعم، والذي كان يتحدث عن المعايير التقنية والفنية لتقييم الإعاقة. الآن أصبح معيار جديد يشتغل، معيار جديد اللي غتاخذ بعين الاعتبار يعني العوامل المحيط والعوامل المشاركة الاجتماعية في تقييم الإعاقة. هذا ورش وتقوم يعني الوزارة يعني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المهنية. وضح المشاهد الكريم أهم معالم الكبرى هذا الورش بدون الدخول في التفاصيل بشكل، ما هي مرتكزاته الأساسية هذا الورش؟ بالنسبة للمرتكزات هو أنه يعني سيقوم باعتماد يعني المعايير الدولية المعترف بها في مجال تقييم الإعاقة، وكذلك سيكون يعني سيأخذ بعين الاعتبار يعني الخصوصيات الوطنية في هذا الإطار، وسيقوم يعني بتقييم بالإضافة للجانب العجز والقدرة، ولكن سيقوم بتقييم يعني المشاركة الاجتماعية وكذلك الحواجز التي تحول دون مشاركة الشخص وضعية إعاقة في الحياة يعني اليومية، يعني المشاركة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. إذا سقف الزمني كم هذا حتى يظهر إلى الحيز الوجود، مع العلم أن المغرب يتجه إلى وضع السجل الاجتماعي وأيضا إلى التغطية الصحية لجميع المواطنين الذين لا يتوفرون عليه، هذا الورش الذي أطلقه المغرب مؤخرا؟ بالنسبة للوضعية التنفيذ المشروع حاليا نقوم بإنجاز الدراسة التي ستمكن يعني من إعداد يعني الجانب التنظيمي أي المرسوم المؤطر لهذا المجال كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار، والذي سيمكن من استصدار بطاقة الإعاقة. كذلك سيحدد المعايير التقنية لتقييم الإعاقة، وكذلك سيحدد الهياكل المؤسساتية والتنظيمية المكلفة بالتقييم على المستوى الترابي. إذن لا زال هناك وقت من أجل إعداد هذه البطاقة وخرج الحيز الوجود، يعني لا زال هناك في طور التنفيذ. شكرا الأستاذ عبد الرحمن المدهى بتفاعل مع جاء في حديث الأستاذ أزربي. هنالك مكتسبات على مستوى الأرض على مستوى الواقع، هل هنالك فعلا هذه المكتسبات تنعكس بشكل إيجابي على وضعية الأشخاص ذوي إعاقة؟ هذا هو اللي تكلمت عليه من بداية المداخلة ديالي الأستاذ، وأنه جميل أننا كنخطو المستقبل، يعني نظام تقييم جديد للإعاقة هذا لا مفر منه، هذه أمور اللي كنخططوا لها 30 سنة 40 سنة إلى آخره، ولكن كان واحد القضية هي أن الزمن غالي، يعني الناس كتكبر في العمر، الطفل الأمس غدا غادي يوقف عندك وهو كيطلب إيفاء بالحقوق ديالو. دونك اللي كاين هو عاوتاني أن هنا في الجانب الآخر اللي تكلمت لك عليه واللي قلت لك أنه لازم أن المقاربة ديال المجاليات أنها تنزل، فكاين واحد العامل آخر، لأن يعني الرهانات اللي عندنا في المغرب دابا شنو اللي عندنا؟ عندنا كلفة الإعاقة اللي كتحملها الأسرة، يعني ما كاينش دعم اجتماعي مباشر باش الأسرة غير تنفس، لأن الأسر ديالنا هما اللي كيقريونا هما اللي كيداويونا، يعني الأسرة دابا كتحمل كلفة الإعاقة كاملة. أنا الأوان أن الدولة تحمل كلفة الإعاقة. عندنا نموذج تنموي جديد كان ساينه يخرج، خصو يخرج متضمنا لبعد الإعاقة في الهدف ديالو. عندنا الجهوية المتقدمة خص تفعيلها من 2011 اللي تصرات يعني وخرجوا النصوص ديال هذا، لحد الآن على الصعيد العملي باقي حتى الفاعل السياسي ما استوعب شنو هي الجهوية المتقدمة. دونك خص هناك تدرج في تنفيذ الآن. نعم، ولكن الزمان أستاذي الزمان غالي، نحن إلا ما تدخلتيش اليوم راه كتركم عليك الأشياء، يعني الزمان هذا العامل الزماني خصو يحضر
عند الفاعلين كاملين. وكاين شيء اخر هو اشراك الاشخاص ذوي الاعاقه والمنظمه ديالهم، وهنا احيي الحركه المدنيه في الاقاليم الجنوبيه ديالنا، كاينين كفاءات. وادعو السياسيين في الصحراء وفي هذه المنطقه الجنوبيه كاملين، ادعو الفاعلين السياسيين الى الاستعانه بالكفاءات اللي عندكم في الاقاليم الجنوبيه. تبارك الله عندكم كفاءات اللي كنعرفوهم واللي يعني نفخر بهم. يجب اشراك منظمه الاشخاص ذوي الاعاقه الهادفه واللي ابانت عن 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 قدرتها على مرافقه السياسيين في العمل الميداني التنموي، لان اولا واخيرا نحن مواطنون نريد ان نساهم في تنميه مجتمعنا، مفيدين ومستفيدين ايضا، ليس مستفيدين فقط ولكن مفيدين ايضا. هذا كيخص كما قال الاستاذ نياس عبد الملك أسريح، هي على الناس اللي في الارض واللي مسؤولين على انفاذ الحقوق يستوعبوا المقاربات اللي كتشتغل بها بلادنا. استوعبوا لنا غير الدستور، الفصل 34 من الدستور حسم الديباجه، الدستور حسمات ممنوع التمييز على اساس الاعاقه. الا نزلنا دونك في المرجعيات ما عندناش مشكل، عندنا مشكل دابا في الثقافه السائده وفي اننا نشتغلوا بشكل دامج ونستمعوا لبعضياتنا، وانه لان في نهايه المطاف الا جعلنا الانسان هو محور جميع التدخلات اللي كدون ما غاديش نمروا بجانب الهدف. ولكن الا بقينا نرسم سياسات على الصعيد المركزي ولكن على الصعيد الجهوي لا تنفذ بل احيانا لا يعلم بها حتى، هذا سنكون زعما في حلقه مفرغه. وهذا الشيء اللي كيوقع لنا في السياسات دابا اللي كتعمل في مجال الاعاقه، هناك مكتسبات إيه، هناك غير منظوريه، والدليل على ذلك حضوري معك كشخص معاق. يعني قبل سنوات لن ترى في الاعلام العمومي شخصا معاقا يرفع إيه، يعني كاين مكتسبات. ولكن لكن احنا في قناه العيون درجنا على تقديم مجموعه من الحلقات في هذا الاطار المتعلق بالاعاقه. نعم حتى القنوات الاخرى يعني كاين حضور، غير هو استدعاء الاعلام لهذ الاشخاص دليل على ان التطور كاين في المجتمع وقبول الاشخاص في وضعيه اعاقه. الان يجب الحسم فقط مع بعض الاشياء والانصراف الى العمل، لان الزمن المغاربي غالي جدا والناس كتسين. يعني الاشخاص المعاقين هو ملي كتكلم ليه على السياسات وتكلم هذا الشيء كله ما عنده ما يدير به، هو خصو شي حاجه اللي تحسن الوضع ديالو، يخرج يلقى السبيطار يلقى العلاج تأهيل يلقى المدرسة بين الأقران ديالو، يقرا الحقوق ديالو فيما مشى يلقى يعني الحقوق اللي عطاها له الدستور واللي عطاتها له النصوص القانونية تكون مفعلة على الأرض. ولكن ندبروا هذه القضية وهذه السياسات بأطر وبناس ومع احترامي لجميع الناس يعني الهادفين واللي كيبذلوا مجهود كاينين وكخصنا نشدوا على أيديهم، ولكن أيضا يجب الحرص على أنه كاع المسؤولين على إنفاذ الحقوق يستوعبوا شنو كدير الدولة، لأن حنا دابا ما كنقولوا حتى حاجة للدولة، كنقولها غير نفدي داكشي اللي تعهدتي به. حنا عندنا الاتفاقية عندنا غير الدستور، هو الفصل 34 خص سياسات عمومية دامجة للأشخاص المعاقين، نفذوا لنا غير هادشي اللي درتو. البرامج الحكومية كاين مجهود ماشي ما كاينش، ولكن كيخص تنخرط فيه جميع القطاعات وكيخص جميع الفعل، يعني إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة مشروع مجتمعي. هي مشروع اخلاقي اولا. الاستاذ عبد الرحمن المدني، ينضم الينا الاستاذ المحجوب الدوار رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العامله في مجال الاعاقه بجهه العيون الساقه الحمراء. الاستاذ المحجوب الدوار اهلا بك في هذا البرنامج. لو بدانا معكم الاستاذ المحجوب الدوار في هذا الموضوع، لو تحدثنا عن بعض المحاور المهمه التي يشتغل عليها الفاعل المدني في الاعاقه خاصه في جهات الصحراء الثلاث، هي المتعلقه بالتعليم الدامج وايضا الولوج لمجموعه الحقوق. لو وضعت المشاهد الكريم في هذه الديناميات التي تعرفها هذه المناطق وما هم المكتسبات ايضا التحديات التي يعرف هذا القطاع الاشخاص ذوي الاعاقه. تفضل الاستاذ الكريم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لقناة العيون لإثارة هذا الموضوع في هذا اليوم العالمي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. تحية لضيوفك الكرام. أولا أهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم قطبة بيومهم العالمي، وكذلك أهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الربوع بهذا اليوم العالمي الذي هو يعتبر محطة أساسية ويوم أساسي من أجل تسليط الضوء على قضايا الإعاقة. الأقاليم الجنوبية يعني القضايا التي تعيشها في مجال الإعاقة مثل جميع القضايا على مستوى جهات المملكة
لكن نجد أن هناك تفاوت في هذا الإطار، خصوصا أن بعض الجهات التي تتناول مواضيع خاصة بالإعاقة التي يعني تصل إلى الترافع على القوانين والتأطير كذا، لكننا نجد أنفسنا بإعاقة نمجان ما زلنا نترافع عن الحقوق الأساسية كالحق في الصحة والحق في التعليم. كما هو معروف إن الإعاقة هو موضوع عرضاني يشمل مجموعة من الحقوق، مجموعة من الفئات، ومجموعة من أو يلامس مجموعة من الاختصاصات الوزارية، ولكننا نجد أننا لابد من تحديد الأولويات. فبالتالي نحن على مستوى التحالفات الجهوية، خصوصا التحالف الجهوي للجمعية العمل في مجال الإعاقة بجهة الساق الحمراء، حاولنا أن نركز أساسا على الحقوق الأساسية أو الصلبة مثل الحق في التعليم والحق في الصحة، خصوصا أنه نجد هناك تفاوت كما قلت في التنزيل. على المستوى الوطني يعني مثلا إذا تحدثنا عن الحق في التعليم، فهناك واحد قفزة نوعية من خلال وزارة التعليم التي قامت بوضع البرنامج الخاص بالتربية الدامجة وتفعيله وتقويته بمجموعة من المذكرات الوزارية، ولكن على مستوى التنزيل على مستوى الجهوي لازلنا نجد صعوبات حقيقية في هذا الإطار، وذلك راجع إلى قلة الموارد، قلة الموارد البشرية المشتغلة في المجال، والذي يتطلب منا تضافر الجهود ليس على مستوى القطاع الوزاري ولكن حتى إدراج أو إدخال فاعلين آخرين، خصوصا السلطات العمومية المحلية والمجالس المنتخبة. ما زلنا نجد صعوبة في خلق هذه الانتقائية بين هؤلاء الفاعلين من أجل أننا نرفع من منسوب تفعيل وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا في مجال الحقوق الصلبة التعليم والصحة. إذا تحدثنا عن الواقع الحالي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا بد من النظر إليه في سياق يعني السياق العام والسياق الاجتماعي الخاص، خصوصا مع ظهور هذه الجائحة، جائحة كوفيد-19، والذي صراحة عمقت من إشكاليات الأشخاص ذوي الإعاقة. إذا كانت هناك الأشخاص ذوي الإعاقة مثل باقي المواطنين قد عانوا من هذه الجائحة، إلا أن هذه الفئة التي تعتبر من أكثر الفئات تضررا بهذه الجائحة كانت معاناة لديها مضاعفة، خصوصا أنه دائما هناك ربط بين الإعاقة والفقر، بين الإعاقة والهشاشة. فبالتالي ميزان التوازن الموجود لدينا أصلا كان هناك اختلاف، فجاءت هذه الجائحة ليزيد اختلاف أكثر. ما يحز في النفس أنه إلى حد الآن لا نجد سياسات عمومية محلية أو جهوية موجهة لهذه الفئة، خصوصا أن جميع المسؤولين يعربون في تصريحاتهم على أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة هي من أكثر الفئات تضررا من هذه الجائحة، ولكن على المستوى العملي لا نجد سياسات عمومية جهوية موجهة لهذه الفئة، وهذا إشكال صراحة يطرحنا أمام مدى وعي الفاعلين السياسيين بأولا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقاربة المعتمدة في التعامل معهم، خصوصا أنه لازلنا نتعامل مع الفئة بمقاربة خيرية إحسانية ولا نتعامل بمقاربة حقوقية صرفة. الأستاذ محجوب الدوس تسمع المقاطعة، ما هي البدائل التي تقدمونها للفاعل الجهوي على المستوى السياسي وأيضا على المستوى المؤسساتي من أجل النهوض بوضعية أشخاص ذوي إعاقة في لهذه الجهات، وأيضا ما هي اقتراحاتكم من أجل تمكين هذه الأشخاص من الولوج إلى حقوقهم خاصة في الصحة وفي التعليم وأيضا في الشغل؟ نحن كتحالف للجمعيات مبدأنا هو أنه لا نلعن الظالم، ولكن نوقد شمعة من أجل إضاءة أو ما حولنا. فنحن لا لسنا من النوع الذي يعني دائما يقدم الشكاوى، يقدم يعني تلك النظرة السوداء ويحول الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه مصدر للمشاكل، مصدر فقط للوجع وكذا وكذا، ولكن نحن صراحة نقدم اقتراحات في هذا الإطار، وفقط نريد أن نجد من يصوت إلينا، نريد فقط من يسمع صوتنا. لدينا مجموعة من المقترحات ممكن أن نرى أنها ما
ممكن أنها تخفف الواقع وتساهم أكثر في إهمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كان من أهمها نحن نقترح لماذا إنشاء صندوق جهوي للتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة. نعرف أن الإعاقة لديها كلفة مجتمعية وكلفة على الأسرة، فلا بد من تقاسمها مع الجهات الوصية من أجل أنه يكون هناك على الأقل نوع من العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، لأن تكلفة الإعاقة هي تكلفة باهظة يعني تؤثر على أو تثقل كاهل الأسر، خصوصا أن عندما نتحدث على أن جهات العيون الساقة الحمراء تعرف أكبر نسبة إعاقة على مستوى الأقاليم على مستوى جهات المملكة. بالإضافة إلى أنه نحن نطالب فقط بتنزيل مقتضيات الدستور ومقتضيات القوانين المؤطرة لهذا الجانب فقط. مثلا الدستور يحضر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة. الاتفاقية الدولية تؤكد على أنه التدابير التيسيرية عدم توفيرها هو نوع من التمييز، فبالتالي لا بد من توفير التدابير التيسيرية لأن هذا مخالف الدستور إذا لم تم توفيرها. فبالتالي التدابير التيسيرية هي ليست منا للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن هو حق. من هذه التدابير التيسيرية مثلا الأسبقية في الإدارات، أن نجد مثلا الفئات التي لا تستطيع التواصل مثل الصم البكم يجدون ما يتواصل معهم بلغتهم لغة الإشارة، أو ممكن استعمال التكنولوجيا ولدينا اقتراحات في هذا الجانب ممكن توفرها في الإدارات من أجل مثلا التواصل مع الفئة هاي. كذلك الخدمات الصحية لا بد من وضع خطة جهوية للتعاون الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا أن هناك بعض الفئات التي لا يمكنها أن تتبع المسار العادي للخدمات الصحية. مثلا أطفال التوحد لا يمكننا أن نضبط طفلا توحديا يجلس في قاعة الانتظار من أجل انتظار طبيب، لا بد من وجود تدابير تيسيرة في هذا الجانب. هذا كذلك لا بد من توفر بعض الخدمات الأساسية، وهنا نطالب الجهة والمجالس الجماعية إلى توفر بعض التخصصات الطبية التي يعني هي خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. تخيل معي جهة العيون لا تتوفر على طبيب متخصص في الترويج الطبي. لدينا فئة الأطفال التوحديين لديهم مشاكل في على مستوى الأسنان، لا نجد طبيبا يتعامل معهم لأن يلزم نوع من التخدير الخاص بهم، وهناك معاناة حقيقية في هذا الجانب. ففقط من الحلول المقترحة هو أنه الإنصات للأشخاص ذوي الإعاقة أو للمنظمات التي تمثلهم من أجل اقتراح الحلول إذا كانت حلول منطقية ويمكن يعني تدبير على مستوى الميزانية، فهذه الأمور يعني ممكن أنها تحل في أقرب الفرص. مثلا نجد في ميزانية الجهة أنه تم الاشتغال على توفير أو المساهمة في خلق مركز للتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة. هل نحن في إطار الأولويات نحتاج لهذا المركز؟ هل المركز هو في حدته هو الأولويات؟ لا بد من إنصات الجمعيات ذوي الإعاقة والوقوف على الأولويات الحقيقية والأساسية وبرمجتها في الميزانيات الجماعية. شكرا جزيلا أستاذ المحجوب الدواء على مساهمتك القيمة خلال هذه الحلقة. ننتقل إلى الأستاذ عزيز أزربي، تفاعل مع ما تحدث عنه الأستاذ المحجوب الدواء، ما هو تعليقكم على ما تحدث عنه؟ يعني السيد محجوب الدواء أشار إلى مجموعة من الأمور المهمة، أشار إلى أهمية توفير يعني الخدمات وأيضا الخدمات التكفل وتأهيل ودعم قدرات في هذا الإطار، أشار إلى يعني البعد العرضاني وأهمية دمج الإعاقة في جميع المخططات التنموية، كما أشار أيضا إلى الأهمية ديال تغيير التمثلات السلبية. ممكن أنني نعطي أمثلة يعني فيما يخص أجوبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية في هذا المجال. مثلا في إطار تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي أنه يعني يمكن أشخاص في وضعية إعاقة من استفادة من مجموعة الخدمات، أشير إلى توفير وتحسين الولوج إلى خدمات التمدرس بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة اللي في إطار هذا الصندوق. يعني الوزارة حاليا تقوم يعني بتوفير خدمة التمدرس بالإضافة إلى الخدمات يعني المرافقة أي التأهيل والمواكبة التربوية يعني الخدمات يعني الخدمات الوظيفية. يعني تقوم الوزارة يعني بتكفل بأكثر من يعني من 13 ألف
الطفل في وضعية إعاقة في المراكز المتخصصة أو في الأقسام يعني المدمجة. هذا العدد قليل أظن، على ربما الاحتياج أكثر من ذلك. لا، بالنسبة فقط أشير أن بالنسبة يعني المدخل الولوج للجانب يعني التعليمي والتربوي، أن هناك يعني ثلاثة مداخل. هناك يعني المنظومة العادية، يعني أي شخص ولا أي طفل يعني في وضعية إعاقة، يعني الولوج للأقسام كأي طفل، يعني كأي طفل ما عندوش يعني إعاقة. كاين أيضا بالنسبة للمراكز المتخصصة لبعض يعني الإعاقات، خصوصا الإعاقات العميقة. وهناك أيضا يعني الأقسام المدمجة، يعني هذا واحد يعني ثلاثة المسارات بالنسبة للولوج للخدمة التعليمية. أشير أيضا إلى توفير يعني المعينات التقنية والأجهزة التعويضية، يعني يعني ممكن يعني كاين إحصائيات يعني عدد لا يستهان به أنه هذا الصندوق يمكن هذه الفئة الولوج للمعينات التقنية والأجهزة التعويضية. كاين أيضا واحد المحور مهم جدا هو الإحداث يعني الأنشطة المدرة للدخل في إطار الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، يعني أن لأول مرة يعني من خلال هذه الآلية ديال الصندوق أن الأشخاص في وضعية إعاقة ممكن أنهم إحداث يعني المقاولات أو يعني أنشطة مدرة للدخل، بحيث أن يعني هذا الشخص يعني يكون يعني هو يعني مشغل، يعني هذا وكتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تغيير التمثلات ديال المجتمع والمختلف الفاعلين المحليين، ان الشخص في وضعية إعاقة يتوفر يعني على مؤهلات تمكنه يعني من المساهمة يعني في الجانب الاقتصادي يعني والإحداث المقاولة على الصعيد يعني المحلي. كاين ايضا في محور ديال تأهيل الموارد البشرية، اشير البرنامج تأهيل مهني التكفل يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم التوحديين، ان بالنسبه حاليا يتم تكوين، تم اطلاق برنامج سنه 2019 من خلاله يتم تكوين يعني 180 مختص للمواكبه والتكفل بالاطفال اللي عندهم يعني التوحد، يعني وهذه يعني واحد يعني برنامج اللي هو مهيكل في هذا المجال. وايضا يعني اشير للجانب ديال الولوجيات، ان الوزاره يعني اطلقت واحد برنامج الولوجيات بشراكه مع مجموعه 20 جماعه ترابيه موزعه على يعني المملكه، يعني هادو من بين يعني التدخلات اللي الوزاره يعني تحاول يعني انها تشارك في اطار مقاربه تشاركيه لتنفيذ هاد المشاريع على الصعيد الترابي. شكرا. استاذ عبد الرحمن المدني، هناك مسألة مهمة هي ذلك نوع من الاكتفاء الاقتصادي الذي يحققه الشخص بوضع إعاقة إذا توفر على مورد رزق وأيضا كان لديه مشروع. هذا الجانب ما هي اقتراحاتكم من أجل تمكين الأشخاص أيضا من الولوج إلى العمل سواء كان في قطاع العام أو الخاص، وأيضا من أجل مشاريع خاصة بهم، مشاريع ذاتية أو في إطار مقاولة؟ هو الحق في العمل ايضا هو من الحقوق الاساسيه اللي خصها الدوله تضمنها، دونك عندنا بزاف ديال لي بيست. عندنا هناك اناس لن يستطيعوا الاشتغال، هادو كيخص الدوله تحمل الدعم الاجتماعي ديالهم المباشر، لان لن يمكنهم الاشتغال نظرا للاعاقه المركبه ديالهم. هناك اشخاص حصلوا على مستوى معين من الدول، ولكن راه لا يتجاوز 1%. كنستعرف ان الاشخاص في وضعية اعاقه اللي كيدخلوا المدرسه المغربيه 1% فقط يصل الى المستوى الجامعي، وهذا المستوى الجامعي الله يعيشنا بطاله مفرطه. يالله هذه المباراه الموحده ديال ماتين منصب اللي استطاعت تخفف الوطأ شويه، ولكن باقي الاحتياج هو اكثر. كاين ادماج سوسيو اقتصادي اللي تكلمت عليه عن طريق التشغيل الذاتي، هذا يتطلب برامج عاوتاني على الصعيد المحلي ديال شغلانيه الاشخاص المعاقين او لامبلويابيليتي ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. هذه القضيه هذه باقي ما عندناش فيها برامج. هناك لا نبيك دابا مشكوره ولات كتشتغل على الموضوع لاول مره، وتصور من كذا
وستين وحنا ما كنشتغلوش. لانا بيك عاد بدات كتشتغل دابا مشكوره على برامج ديال انها تدمج في سوق الشغل، يعني تولي دامجه، مؤسسه دامجه. خاص تحدو جميع المؤسسات الاخرى المسؤوله على ادماج اقتصادي المواطن، تحدو وحدوها. ولكن بغيت ننبه لواحد جوج نقط مهمين اساسيين استاذي قبل ما نكملوا، هما جوج ديال الثغرات عندنا في المغرب كيخصنا نلتفتوا لهم باش هاد التحديات اللي تكلمنا عليها ديال الجهويه المتقدمه، النموذج التنموي الجديد، كلهم نردوا لها البال. كاين النقطه الاولى، الثغره الاولى هي الثغره ديال المشاركه الحقوقيه. هناك عدم تمثيليه للاشخاص في وضعيه اعاقه في المجلس الوطني لحقوق الانسان، هذا شيء غير مقبول تماما، كيخصنا اننا نفكوا معه. الان المغرب منتخب في اللجنه الدوليه لحقوق الانسان من خلال الزميله ديالنا الاستاذه سميه العمراني اللي كان نهنيوها وكنهنيو نفوسنا، سيكون للموضوع ماذا بعد. الصوره ديال بلادنا كيخصها انها تقاد في هذا الجانب الحقوقي. كاين جانب اخر هو التشريع، هنا الدعم التشريعي. عندنا قانون اطار 97 13 فيه شي 11 ديال المراسم التنظيميه خصها تخرج، 8 اظن ونص تشريعي وبرنامج تعاقد مع القطاع الخاص باش يشغل الاشخاص في وضعيه اعاقه، لان دابا عندنا غير 7% في القطاع العمومي اللي باينه، القطاع الخاص باقي ما كاينش اتفاق ما بين الدوله والقطاع الخاص شحال غادي يخسر. هاد التشريعات، هاد النصوص التشريعيه والنصوص التنظيميه والنص التشريعي والبرامج التعاقد خصو يخرج في اسرع وقت ممكن، سينو غادي نمشيو حتى ننطلقوا في النموذج التنموي الجديد ونكتشفوا انه ما عندناش نصوص تنظيميه اللي كتنظم. اذا كيخص تدبير هذا القطاع كما قال الاستاذ الدواء قالها قبيله، هي الاشراك والانصات. الانسان الشخص المعاق احيانا قد اسيدي ما تاخذوناش كاع مستفيدين، غير خليونا غير نوريكم غير الاحتياجات الحقيقيه باش ما نمشيوش في اولويات خاطئه. اسمعوا للاسر، يكون عندنا الان الديمقراطيه التشاركيه كتسمح، تصور معايا استاذي، المجالس الاقليميه والمحليه والجهويه كيسمح لها المشريع تحدث اليات للتشاور وحده اخرى من غير اللي منصوص عليها في القانون. يمكننا نديروا واحد اللجنه عامه نسميوها اللجنه الدامجه مثلا، فيها جميع القطاعات في المنطقه، وفيها الاشخاص المعاقين، فيها الاطفال في وضعيه الشارع، فيها الاطفال المتخلين عنهم اللي كيعيشوا في المؤسسات التعليميه الخاصه. وملي كنتكلموا على شي حاجه دامجه، التربيه الدامجه مثلا اللي كنتكلموا عليها دابا، ما كنتكلموش غير على الاشخاص في وضعيه اعاقه، كنتكلموا على الاطفال الرحال، الاطفال في وضعيه الشارع الى اخره. هذه القضيه يا ربي غير التشريع والتاطير كما قال الاستاذ ديالنا قبيله سي عبد الملك، ما في خاص التطبيق، خاصنا غير نسمعوا لبعضياتنا ونتلاقوا مع بعضياتنا. احيانا سبعه البرامج كلهم كيديروا نفس الشيء وشي ما سيقبر الاخر، وهذا الالتقاء واش غطيح علينا من السماء؟ راه خصنا حنا اللي نخلقوها. اذا الانصات، وقلت قبيله خصوصا في الاقاليم الجنوبيه، يعني هناك الكثير مما يمكن، انه كاين نموذج تنموي ديال المناطق الجنوبيه بوحده، يعني ورش كبير للاشخاص في وضعيه اعاقه، خصنا حقا تنمى، يعني من حقهم انهم يشاركوا في هذا النموذج التنموي، ومن حقهم يكون لهم راي، ومن حقهم يكون لهم المشاركه في التخطيط والتنفيذ والتقييم، ماشي غير لان المشاركه ماشي شعار. شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن المدني. الاستاذ عزيز الزربي، كسؤال اخير، يعني ماذا عن المستقبل؟ مع العلم ان المغرب يوم الثلاثاء دجنبر سيوقع على اتفاقيتين متعلقتين بالاشخاص في وضعيه اعاقه، لو تحدث عن المستقبل من خلال هذه الاتفاقيتين اللتان ستوقعان. فعلا بالنسبه يعني للادماج المهني او بالنسبه يعني للتربيه الدامجه، يعني هما محورين مهمين التي يمكن الاشخاص في وضعيه اعاقه المشاركه الكامله والفعاله في المجتمع. في الإطار يعني وزارة التضامن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعيه إعاقة ستقوم بتوقيع اتفاقيتين إطارين مع القطاعات المعنية، أي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة. وبالنسبة للاتفاقية الإطار التي تخص الإدماج المهني بين وزارة التضامن كذلك وزارة الشغل والإدماج المهني ومكتب تنمية التعاون وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، واللي الهدف منها هو تعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية الإعاقة. شكرا. الأستاذ عبد الرحمن المدني، ماذا عن المستقبل كسؤال الأخير؟ المستقبل نستطيع التغيير، هذا يمكننا، الحل هو في العمل وفي الانصات لبعضياتنا. هناك فرص عديده، ازمه كوفيد عطاتنا دروس اللي استخلصنا فيها، اللي الحمد لله ان المغرب كوميم عرب بعد على ان هذاك الزخم التضامني بين الفئات المجتمعيه موجود، يجب استثماره. هناك شباب واعد، الشباب لا تروى لا نستغلها
كما ينبغي. هناك هناك وضوح في الرؤيه الحمد لله. دابا عندنا ناس اللي كيفكروا في برنامج التنموي اللي غادي بدانا لا نجد حرجا في ان نعيد ونقيم اشتغالنا، هذا معطى مهم. هناك اوراس كبرى، هناك جهويه متقدمه، هناك لا تمركز قادم، يجب ان نتحمل وان نعيد له، يجب ان ننصت الى بعضنا، ان نتحمل بعضنا، ان نساعد بعضنا البعض، لان كوفيد هذه الجائحه اثبتت ان الناس اللي خرجوا منه هو اللي اكتفوا ذاتيا. الحمد لله ان في المغرب بعدا غير مثلا في الامن الغذائي راه ما كناش بحال بزاف ديال الدول اللي كلشي كتجيبو من برا. اثبت كوفيد على انه يجب الارتكاز اولا على ما هو محلي، يجب استثمار جميع القوى الحيه اللي في المجتمع، يجب دمقراطة كافة العمليات. المشاركة والتنوع غنى ماشي تعقيد. هناك البعض سامحهم الله يعتبرون التنوع تعقيدا للأمور، بينما التنوع هو غنى وهو طاقة يمكن أن تدفع برقي هذا الوطن إلى الأمام. شكرا أستاذ عبد الرحمن المدني. الأستاذ عزيز أزربيك كريمة أخيرة في حدود 30 ثانية. يعني بالنسبة للتحديات في مجال الإعاقة، يعني التحديات المستقبلية يعني كما أشرت سابقا أنه يعني الدمج لبعد الإعاقة في جميع المخططات التنموية والقطاعية، كذلك تأهيل الموارد البشرية والاستثمار في العنصر البشري في جميع المجالات، التعليم، الصحة، التشغيل إلى غير ذلك، وبالإضافة يعني دائما التحسيس ثم التحسيس لتغيير التمثلات السلبية السائدة ولإبراز يعني المساهمات والمجهودات والقدرات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة يعني السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية كذلك. السيد عزيز أزربي رئيس مصلحة الوقاية والتحسيس بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعي والمساواة للأسرة، شكرا جزيلا لكم على مساهماتكم القيمة خلال هذه الحلقة. الأستاذ عبد الرحمن المدني كلمة أخيرة. شكرا لنساء ورجال الإعلام الذين يواكبوننا، شكرا على إتاحة الفرصة، تحية لإخواننا وزملائي في الأقاليم الجنوبية، وأدعوهم إلى المزيد من العمل، وأقول إلى المسؤولين أن ينتبهوا إلى الكفاءات التي لديهم بالمنطقة، بإمكانهم صنع التغيير، استمعوا لهم. السيد عبد الرحمن المدني ناشط حقوق في مجال الإعاقة، شكرا جزيلا لكم على مساهماتكم القيمة. كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذين الكريمين، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك أسريح خبير الدولي في الإعاقة الذي كان معنا مباشرة من مدينة تطوان، وأيضا الأستاذ المحجوب الدواء رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في الإعاقة الذي كان معنا من مدينة العيون. مشاهدي الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، في متمها لا يسعنا إلا أن أشكر بحرارة إدارة القناة الثامنة وكافة العاملين بها على مساهمتهم القيمة في إنجاز هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل التقني والصحفي من قناتي الثامنة والعيون، وإلى الملتقى بكم في فرصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمل حدث سعيد في حياة كل سيدة، وباش تمر هذه الفترة بسلام وتنعم الأم والجنين ديالها بالصحة والسلامة، لازم على كل سيدة حامل تتبع الحمل ديالها بالمراكز الصحية. فبالرغم من أن بلادنا باقية مستمرة في حالة الطوارئ، إلا أن العرض الصحي وخدمة تتبع الحمل بالمراكز الصحية كانت وباقية مستمرة وبالمجان. المراكز الصحية مفتوحة في وجه كل السيدات، ومهني الصحة دائما في استقبالكم للتكفل بكم ولتقديم الخدمات الصحية الضرورية اللي كتجلف على الأقل 4 زيارات، بحيث كيتم تقديم مجموعة من الفحوصات السريرية اللي كتهم صحة الأم والجنين ومراقبة تطور الحمل، بالإضافة لمجموعة من التحاليل البيولوجية من بينها المرتبطة بفقدان المناعة المكتسبة السيدة، وكذلك مرض الزهري أو النوار، بالإضافة لإجراء فحص دم لقياس مستوى السكر في الدم. وفي هذه الزيارات السيدات الحوامل كيستافدوا من مجموعة من النصائح الخاصة بضرورة تبني نمط عيش سليم في هذه الفترة، خاصة نصائح حول التغذية السليمة والمتوازنة، ونصائح كتهم كذلك التحذير من بعض السلوكيات الخاطئة اللي يمكن تأدي الأم والجنين ديالها، كاستعمال بعض الأعشاب مثلاً.
ودائما في هاد الزيارات مهني الصحه كيشرحوا ويفسروا للسيده علامات الاختطار اللي ضروري السيده ترد لهم البال وما ترددش في التوجه للمركز الصحي الا ظهرت عليها احدى العلامات. اذا التتبع والكشف والفحوصات والنصح كاع هاد الخطوات كامله هي ضروريه واساسيه باش تجنبي سيدتي الاخطار المرتبطه بتاخر التشخيص والمضاعفات الناتجه عليه ويدوز الحمل ديالك مزيان وفي احسن الاحوال. وزارة الصحة اتخذت كل التدابير الوقائية والاحترازية باش تضمن استمرارية العرض الصحي بكل ربوع المملكة، وهاد الإجراءات راها كافية باش تحمي السيدات المرتفقات وكذلك مهني الصحة. وبلادنا عازمة على القضاء على انتقال السيدة والزهري من الأم للطفل وجميع المخاطر المتعلقة بالحمل والولادة الممكن تفاديها، وبالتالي ما عليك سيدتي إلا تربط الاتصال بأقرب مركز صحي للاستفادة من هذه الخدمات الصحية باش تحمي نفسك والجنين ديالك. كي العاده اللي قلتي حق هو المختار من انجاش وشوشاه يدخل الفريق في الليل متخفي. اي قلتي لي انت وين جا الفريق مريم انت ما يدخل خيمت لينا طلع الصبح وعاودك نعرف اخبار شنو هي انت محمود عبد الرحمن نتوما تركوا ما جاد عليكم ذا قلت you
معلومات عادي عنك نتاع الشير عشر البارح اللي قسمت انا على الفريق حاجه عنه ما في دول الملح صغير وطيب طيبه زينه هاي لحالتك قلت عادي عنه اقندي قلت لي والله زاد تدريس ورا قاجع يهدرز بلي اليوم عبكري شكا عنا حق عيات تخلق ذاك هو قبال أرقاج يرقد ما عنده ما بيته ليلة ومنين يوعى يشك انه عاد شيخ وانت يا سويدي رد عليهم الأخبار قول انك شفتني البارح في حلمك وشفت ذاك اللي كان واقف معايا أنا ايه انت ماشي تكون عريتك يا المرابط عدى الحجاب الطفل من كثرة خمامة ابوها عاد تهدرز بيه عدى الحجاب والله عدى الهش لا حول ولا قوة إلا بالله أو يا المرابط منين قاس حجابك المعلوم بابتي اللي أنا يا غير يقولوا إلى حضر الماء يرتفع التيمم ويقولوا مولي إلى حضرة الملائكة تهرب الشياطين يا الناس يا جماعة الخير يا جماعة الخير هي المعلومة اللي منتنا ومنت شيخنا اللي كان شيخ وإحنا ألا ما دمت كايسة هي منتنا ولا ما هي منتنا؟ اللي قال شيخ الفريق لا هو الحق والصاحب راه ولا صاحب الكفة حق احنا بدو دول الحل ياك نداووها هذا حق والله مو حق وانتم شتوا حالتها مسكينة تشف العدو المعلومة عادت تتوهم سمعتوا لا حول ولا قوة الا بالله انا اللي ما قديت نقول لك شيء ده عمال ما هي زينة عندي تعطيه المدفع والله يا ولدي اللي نعرف عنها ما هي الله يا غير من آدم استاجر بيك إيش لا يتواسيه هاك أنا ما قلت فيش ولا نقدر نقول وش قال من آدم خاطر دعام هو هون معانا ولأن عارفين هو منهم دويناه أحسن عليه ما أنا الله قاعد فوقاني من الأحسان يا غير مع ذا كامل نيارتك ما تعطيه المدفع والله اللي أعطيته وطلبني لين مل وحشمت وش قال منين عرفت هو منهم لكن الراجل سمعته سابقته زين وجيد وكريم لصق قال عنه ولا منين يعرف شي الفريق وسكن حاله لا يرد لي المدفع وانا كنت لاهي نعطيه لدهم واخترت نعريله المدفع عن لدهم 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 ما هو للبيع ولا ينعرن ولا يجد حد يتافقه غيري اذا كان عارفه وفت بريته إلين بعد أنه جاب عمر أحمد مولانا أنه تعافى على أثر الطيحة أمال لو كان أتماغط بيه معالي الأرقوق ما أنا الله ما ليه تقاني فيه عظم أي والله يلطف بينا وبيه إن شاء الله ثم سيك سمعتوا بوذنيكم نمرة من شوقها لبوها عاد تتخيل عنها رات وجمعت معاه ذاك مرضي يفكني وفكم من باسو مرضي ينقالو مرض الوهم حق بعد الله يفكنا ويفكم من باسو الخير هو ذا الفريق على قدو ما خالق خيمة منه ما مشي منها فقراش والله اثنين وجهدهم ما تلن عرف له شي والباقي مشي به المختار ولا تلن نجبر لهم شي إلى الليلة والليلة قريب قطعاً عنه ذا الفريق شتت عيني متينة الله يفكنا ويفككم بس والله حلت بيه باقي قزاز من بلد ذاك كامري قدي صح يا غير المكتوبة يحسن فيك أنا والحزن إلى خيم على مدة خلات والمعلومة منتنا ومنت الخيمة الكبيرة ومن يالتنا نعرفه عنها التي شيرت وحدها عند بوها كان مخسرها الفوقاني من الخسارة يا غير انتوماتي العليات أخبر عن هم الرجالة يعنيهم وهمنا نحناتي همنا نقدوا نعطوا المشورة يا غير ما نقدوا الشيخ عليهم توصنتوا ذا الله نقولكم
وذا راه واري وجهه ما هو لا كلام المعلومه. قامت عن عقلها وذا يا اخواتي راه ما فيه جحدان ياك واضح يا غار. الشمس مات وغطى بالغرباء ومن يالتنا نقبضوها على قد عقلها وتوف. تش مخمك ياك لاباس؟ ما مخمم لي لا زيدان طادي النوبه، انا عارف كان جبار ديال القوم. زيدان فكراش وسبق ياسر وعلى من ولا ينخاف عليه. هذا منين جبرتوه؟ ولي بريتكم قلت لكم لا تجيبوا لي حد. هذه منين ريتوه؟ هذا من ادم. هذا من هو؟ سولته لين مليت ولا جاوبني. دول الحبس اللي نصيبه. انا والعقل نشوف سابق ما عيط لي ولا عيط لي عايق قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه ليش عقبت نردها بلباس؟ ما انا الله ما عقبت كل شيء، ما انا الله من ساعتي مرقت من الفريق وانا متضايق مع ذو جدوله ما قلعتهم لين بعد ما انقلعوهم. جبت رد الاخبار ولا انت؟ يا وش اللي نقول لك؟ الفريق ما اختار عليه حد. والرجل اللي فيه بان يا خويا بره مربيه. مربيه؟ مربيه شنو معناه؟ معناه عنهم عادوا يصنتوا القول ويجد عليهم ذاك اللي يقول. اها راعي في ذاك؟ من ساعته قبلهم على المعدوم وقامت على عقلها. ممكن تشوف دعم. انت ايش قلت هذاك؟ يخليك لي، ايش لي نقول لك؟ هذا خبير فيه الطلبه من الصانع، خليك لي. ايوه ذاك كامل همنا فيه، الا المرابط يكتب الحجاب وانت تجويه. الله لا يفرقها لا يا خي. رد علينا الشيء فيه الفائده يا خي. ايوه ايش لي نقول لك؟ المعلومه منين قامت عن عقلها نعرف عنها من تخيمة كبيرة ياك سمعت، وخيمة بوها من أكبر خيام الشيوخ به اللي شيخ ولد شيخ ومعلوم وبمروت وغزال.